Business Mag vous est présenté avec la participation de Tunisie Télécom Entreprises, plus que des solutions. Mim Photovoltaïque, Novotel Tunis Mohamed El Khams, Domelec, Hydrotech, Yakdan, Asia Housing. En partenariat avec Tunisie Place de Marché, Bâti Maghreb, Made in Tunisia.net, Entreprise Magazine, Dynamique Entrepreneuriale, Max Events. Avec l'offre Community de Tunisie Télécom Entreprises, bénéficiez des meilleurs tarifs et d'une large gamme de forfaits adaptés à vos besoins. Profitez gratuitement de communications entre collègues, de la navigation en 3G++ et choisissez jusqu'à 5 numéros Tunisie Télécom pour communiquer en illimité hors entreprise. Pour plus d'informations, contactez votre chargé de clientèle ou appelez le 1288. Tunisie Télécom Entreprises, plus que des solutions. مشاهدي قناة تونسنا، مرحبا بكم في الحلقة جديدة من برنامج بزنس ماجازين. هذه الحلقة الثانية، نتمنى الحلقة الأولى كانت عجبتكم. في الحلقة كما تشوفوا في الحلقة هذه احنا مازلنا في ميديبات، سالون صفاقس الدولي للباتيمون. دونك باش نطرقوا في الحلقة هذه لزوز مواضيع اللي هما لي باتيمون انتيليجون والانوفاسيون في الباتيمون. دونك باش يحضر معنا اليوم في البلاتو السيد راين قمرتي، لو جيرون دو لا سوسيتي دوميليك، سي انيس ترشون من هيدروتيك، وعلى يساري لي دوز اكسبير، سي غازي المهيري مهندس معماري، وسي محمد الشعري مكتب دراسات. بعد لا قدمنا لي زانفيتي نتاعنا، نمشيو ناخذ فكره على المعرض والاجواء نتاعو. المعرض باين مزيان، صناع علو، ثم حاجة جديدة، شفنا كل شيء، كل ما يخص الصناعة شيء كبير جديد. شنو الحاجة اللي عجبتك؟ والله نخص في شفت الحاجة اللي عجبتني اللي تابعتني أنا في دوماني أنا اللي هي جرت الألمنيوم، ثم حوايج جرت الكلوات باين وجديدة، ونشوفوا التطور. فما زاد جماعة من برا وهم تحويج برشا حوايج جدد. ميديبات احنا كل عام نزوروها، خاطر احنا في الدومين نتاع الاندستري، دونك نجيو نشوفوا شو ما فماش. في صفاقس الميديبات واخو صيت كبير، دونك ماهوش جديد عليه الميديبات انه يكون في المستوى هذا. بون مازلت ما عملتش دوره كبيره برشا، اما حسب اللي ثم بار اكزومبل في لي ستون تاع الاتراك فما كلكو شوز جديده سنه، ثم شوفوتو فما تكنولوجي جديده نتاع لي شوفاج سنترال، فما فارياسيون كبيره في لي برودوي. فما بون نجم نحكي لكم اكثر على توسكي لي لي باتيمون وكل، فما فاريتي كبيره، فما حسب ما لاحظنا لي برودوي شينوا دخلوا بقوه للمارشي تونيزيان aussi. فما توسكي الاتراك هذه رابعة مشاركة، احنا عندنا أربعة دورات نشاركوا فيه ميديبات. هي المشاركة ديما ثرية على خاطر احنا من نلقاو ديما حرفاء، ونلقاو حتى حرفائنا القدم نعاودوا الريلاسيونيل بيهم اي تو سا. هذا كله هو الامبورتون عندنا احنا، معناتها ستان جروب كي اوبير دون لي نوفيل تكنولوجي تونسي الماني، اون اوبير دون تو سيكتور داكتيفيتي من الويب جيسكو زابليكاسيون جيسكو لوجيسيال موبايل لي او ار بي. Et on opère surtout dans le domaine de bâtiment. Les ERP d'une manière générale sont nécessaires dans le service des entreprises. On n'a pas une entreprise dans le bâtiment ou l'autre, mais on n'a pas un logiciel de gestion, mais on n'a pas un logiciel de calcul de coûts, des logiciels de gestion. Nous avons quelques mots aujourd'hui. Nous avons maintenant le groupe interne en 2000 qui a fait les sites web. Déjà, on est partenaire de la chambre de commerce de Sfax. Nous avons la cinquième version de Medibat. كل عام نعملوا لهم فيها مثلا توسكي بادجينغ اونلاين. توا في الوقت الحالي ثم توسكي لي زابليكاسيون موبايل، سي ان سيكتور كي اون توتالمون معناتها اون توت معناتها كرواسونس كروا دو تو لي جور.
سي غازي وكان تعطينا فكره على قدم لنا لي باتيمون انتيليجون وتعطينا فكره عليهم. بارك الله فيك اولا على الاستضافه. لي باتيمون انتيليجون ولا نقولوا البنائات الذكيه هي كل البنائات اللي تستعمل فيها الطاقات الحديثه والجديده والمتجدده. وهذا في ثلاثة اختصاصات. في الاختصاص الأول هو الاختصاص المدني باستعمال كل المواد البناء اللي هي مؤهلة لذلك. ثم في الاختصاص الثاني هو الهندسة السوائل، وفما تقنيات وتكنولوجيات جديدة اليوم متوفرة في تونس يلزمنا نستعملوها باش نجموا نوفروا الفضاءات والرفاهة اللازمة في الفضاءات الداخلية بالنسبة للبناءات هذه الذكية. وفما كل ما يخص معنا الهندسة الكهربائية، معناتها الالكتريسيتي، لا دوموتيك تسميها، لا دوموتيك بالفرنسوية، معناتها هي اللي تعطينا عدة إمكانيات وتعطينا ديزامبيونس انتيريور داخلية متوفرة، يصير بروغراماسيون تاعها بالانفورماتيك. وثم هذوما كلهم تكنولوجيات وتقنيات جديدة تعطينا اولا التحكم والاقتصاد في الطاقه اللي حاجه هامه وهامه جدا بالنسبه لمستقبل البناءات في الكون بصفه عامه وفي تونس بصفه خاصه، خاصه انه احنا تونس عندنا امكانيات بالطاقه الشمسيه، وتوا فما تكنولوجيا كيما الفوتوفولتايك وكيما عده طاقات جديده يلزمنا نوفروهم ونستعملوهم. هذا الكل لنوصلوا نتحكموا ونعطيو اقتصاد الطاقة اللي هو حاجة هامة لبلادنا، وبالطريقة هذه نجمو نضغطوا على التكلفة ونجمو نوفروا خاصة معنا الكونفور، معنا الرفاهة. احنا خصصنا الحلقة الأولى سي غازي للإنرجي رونوفلابل وليزولاسيون، دونك شفنا مع مشاهدينا ديجا كيفاش معناها كيفاش نعزلوا المنزل، نعزلوا الدار باش ما عادش معناها يصيروا ليزيشونج دار، وشفنا زادة كيفاش نصنعوا الانرجي نتاعنا. كان تعطينا احنا نحبوا نزيدوا نقدموا اكثر. احنا باش نقدموا. الباتيمون انتيليجون معناها احنا شفنا لا ميزون باسيف اللي وحدها اللي ايكونوميز دو الانرجي. وشفنا لا ميزون بوزيتيف اللي تزيد معناها تنتج الانرجي. دونك شنو هي لي ميزون انتيليجونت، لي باتيمون انتيليجون، شنو هي البلوس اللي نجموا نعطيوه؟ هو اول حاجة بالنسبة لو باتيمون انتيليجون خاطر فما عدة فضاءات، فما الفضاء السكني الجماعي، فما الفضاء السكني الفردي، فما الفضاء الإداري، فما الفضاء في النزل. لكل فضاءات هذه فما عدة حلول ملائمة للفضاءات هذه. هو أول حاجة أنا كمهندس معماري نحكي فيها هو مشكلة التصميم. يلزم فما تكوين خاص للمهندسين المعماريين حتى كيف يبداوا التصميم الأولي نتاعهم المشاريع نتاعهم حسب النمط وحسب البروغرام نتاع المشروع نتاعهم، يكون ياخذوا بعين الاعتبار كل هذه المعطيات التكنولوجيه والتحكم في الطاقه حتى يوفروا الرفاهه هذه. فما حاجه اول حاجه نبداو بها هي الاتجاه، لورينتاسيون، الاتجاه نتاع المبنى، ثم المواد البناءات، المواد اللي نستعملوها اللي هي توفر لنا الحوايج هذوما. اليوم في تونس احنا في فتره انتقاليه كما في السياسه، معناها تجي تقول فتره انتقاليه، فما عده معناها محاولات صارت خاصه في البريفي، معناتها في اليوم انا نداء من الموقع هذا بتاعي باش الدوله التونسيه معناتها في البنايات المدنيه اليوم نتجهوا لاستعمال كل هذه التكنولوجيات الجديده حتى تولي عاده موجوده، خاطر تعرف البناء هذه ثقافه، باش تبدل ثقافة البناء مش حاجة سهلة، خاطر الناس الكل احنا كمصممين ديما نحاولوا نقربوا هذوما معناتها الحلول الملائمة للمواطن العادي حتى في بناءات معناتها خاصة، لكن تعرف بصفة عامة الناس محافظين معناتها في البناء، يقول لك لا يا خويا في الأخر خليني نبني كما بنا بابا كما بنا جدي ولهذا اليوم يلزمنا معناتها مجهود كبير من طرف المصممين، من طرف المزودين معناها الشركات اللي هي تبيع التكنولوجيا هذا، وثالث حاجه اللي اهم هي من طرف المقاولين، من طرف المتدخلين معناها في البناء بصفه عامه. وهذا انا اليوم نقول زاد يلزم تكوين خاص بالنسبه للمقاولين حتى يتبعوا
هل التطور هذا لازم يكون معناتها ديما معناتها يكون في 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 وقت قصير، لكن على خاطر اليوم بالغلو اللي عندنا في اليد العاملة، في الغلو اللي عندنا في معناتها المواد البناء بصفة خاصة، اليوم ما عادش عندنا الحل، يلزمنا نمشيو للحلول هذه، ولهذا يلزم تكوين يكون ملائم. سي غازي، احنا تو انت فوزيت لو بروميي بريسكريبتور، معناها انت تصمم تهيئ معناها المبنى. انا قبل ما نتعدى مع المكتب الدراسات، نحب نشوف اون سوسيتي معناها شنو هي لي سوليسيون كيل اوفر معناها في الدومين تاع لي باتيمون انتيليجون. شفنا اليوم معنا ليكزومبل نتاعنا نتاع دوميليك. مرحبا، ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون. Bon, les solutions qu'on peut offrir dans un bâtiment intelligent, متعدي. نبداو بالرفاهة، نبداو بعد ذلك للسيكوريتي، بعد ذلك للكونترول داكسي. اللي فيهم نبداو بالرفاهة، لا جيستيون تاع شبابك لي فولي رولون. On peut le gérer en ensemble ولا كل واحد وحده individuellement. هذايا حاجة تتعمل سهلة على الآخر، تعاون في الإيكونومي دينرجي وتعاون زادة في الرفاهة وفي السيكوريتي. عندنا زادة لا جيستيون ديكليراج ولا جيستيون دي تمبيراتور، داكوغ. هذا ما كلش يخليو المبنى يتأقلم مع لي بوزوان تاع المستعمل تاعو. ما عادش كيف ما قبل، بل كان اون سوليسيون إلكتريك عادية. لي زابيتون لازم هما يتأقلموا للسوليسيون اللي عندهم. توا العكس ولات السوليسيون هي تتأقلم لوتيليزاتور نتاعها. معناها اون اريف توا فير اون سورت اللي كل مثلا فلسة في الحيط ينجم مولا الدار مولا الباتيمون يحط كيما يحب هو. نهار اللي مثلا يبدل لي موبل باش يتبعو، يجينا يرجع للانستالاتور نتاعو يعطيه لي سوليسيون يبدلو يبروغرامي. معناها لهنا بلوز امبورتون سي كو نعرفو اللي في لي باتيمون انتيليجون la solution تولي adaptée personnalisée للي يسكن فيها. هذايا عند لي particuliers. D'accord. نجمو بعديا نتعداو لي باتيمون تيرسيير لي administrations. D'accord. نوليو نجمو à travers une GTC qui est GTC. La GTC c'est la gestion technique centralisée. C'est le niveau supérieur bas de domotique. La domotique c'est plutôt le dar appartement. D'accord. La GTC, c'est pour un bâtiment. D'accord. Donc imaginez un centre de contrôle sur le bâtiment et il nage maintenant sur le ضوء, sur la température, sur les contrôles d'accès, je contrôle, je contrôle, je contrôle. Tout ça, c'est des solutions. Tu as la technologie qui est là. Pour travailler l'utilisateur dans le bâtiment, pour qu'il puisse le faire. Il peut le gérer, il peut le contrôler. نتعداو مع سي انيس ترشونه من هيدروتيك. كان تفسر لنا لا سوليسيون كو بروبوزي في هيدروتيك انتوما. كان تفسر لنا ساعه شنو هي، تعمل لنا تعرف لنا بالشركه نتاعكم، شنو هي الاكتيفيتي نتاعها وسوليسيون بيان سور. يعطيك الصحه. اول حاجه يعطيكم الصحه في الاستضافه. ثاني حاجه، هيدروتيك هي شركه بدات من 2008، تمثل عده شركات اجنبيه وشركات كبيره في اوروبا. والسؤالك اللي تفضلت به، كما انا باش نبدا من سي غازي اللي بدا قال احنا نبداو من التصميم، خاطر احنا كايدروتيك احنا شنو الهدف نتاعنا؟ الهدف نتاعنا باش نوصلوا منتوج جيد للحريف ولا للمواطن ولا للمواطن التونسي. المنتوج هذا باش يبدا من التصميم. التصميم لازم يكون جيد، يتعدل الاستشاري. حبيت نخليه هو للاخر، خاطر هو اللي باش يحضر لكم الكراسه اللي باش تخدموا عليها من بعد. بالضبط. واحنا في هيدروتيك خلقنا في وسط الشركه نتاعنا اتش تي سي، هي هيدروتيك ترينينغ سنتر للتكوين. كما قال سي غازي، يلزم تكوين للمقاولين، التكوين للمهندسين المستشارين، تكوين للمهندسين المكاتب المراقبه زاده، والتكوين هذايا باش نرفعوا من قيمة المنتوج هذا ونحسنوا من المنتوج هذا. هذا الهدف. سي انيس، احنا من بكري احنا نحكيو على السوجي، معناها حكينا دون لو دون لو دون لو فاك ديزون. معناها ماذا بينا كان تعطينا ان اكزومبل بريسي نتاع خدمة خدمتوها في ان باتيمون، ولا ان اكزومبل عملتوه معناها نتاع خدمة خدمتوها قبل. نجم نعطيك، احنا خدمنا ياسر بنايات، معناتها كيما نقولوا سواء مستشفى او مصحه ولا نزل، ولا خذينا
الاكزامبل كبير ناخذوا نزل، خذينا خدمنا نزل مثلا في مدينه سوسه، في عملنا له بالتنسيق مع المهندس مستشار قدمنا الدراسه كامله وقمنا بالركبنا الريجولاسيون اللي هو التحكم في في الشوفري اللي هي تعطينا الماء سخون، التحكم في لي جروب دو غلاسي اللي باش تعطينا الماء البارد باش يبرد لوتين. وعملنا دراسه لقينا اللي احنا اقتصدنا في الكهرباء فقط تقريبا 30%، 30% بالنسبه للفاتوره نتاع ضوء النزل كبيره، ونجم يكون احنا الحل اللي اعطيناه له هذايا 30% نجم سي ريكوبيرابل، ما تعطيناه منتوج رومبورسابل كما نقول. دونك هذا والاستراتيجيه هذه هي استراتيجيه العالم الكل، التحكم في الطاقه، التحكم في الكهرباء، التحكم في الماء، التحكم، هذه استراتيجيه عالم كامل. سي انيس هات نتعدى مع بعضنا الفيديو هذايا نعرفوا فيها يشوف فيها المتفرجين نتاع تونسنا التعريف نتاع الدوموتيك اون جينيرال ولي باتيمون انتيليجون. تقريبا نصف الطاقة اللي يستهلكها الإنسان تم داخل المباني، وهذا اللي يوضح لنا كمية الطاقة الهائلة اللي نجمو نوفروها كان نعتمد التصاميم اللي تنقص من تكاليف التبريد والتسخين والتكييف والإضاءة في المباني. ومن أفضل التصاميم اللي تعملت في المجال هذا سمارت هاوس، واللي باش نكتشفوه مع بعضنا. سمارت هاوس هو المنزل الذكي اللي نتحكمو به اوتوماتيكيا حسب رغباتنا وبكل بساطة، كما يوفر زادة لصاحبو الراحة اللازمة باستخدام برشا أجهزة نستعملوها في حياتنا اليومية كما البورتابل والأورديناتور. وباش يصير هذا الكل لازمنا أنظمة التحكم كما نظام الحساسية والحركة وكسر الزجاج والدخان اللي تعمل مع بعضها بالاتصال مع أنظمة الإضاءة والتكييف باش تكون أجهزة ذكية. الأجهزة هذه قادرة زيادة على التحكم في المبنى الكل بالاتصال مع نظام الحماية والمراقبة، واللي نقصدوه بنظام الحماية هو كل شيء نحسوه كما الحركة والصوت والتكسير والدخان والغاز والمياه اللي تتسرب داخل المبنى. نجمو نتحكمو زادة بالدخول والخروج من الأبواب الرئيسية والمخارج الكل والأماكن الممنوعة زادة بفضل كاميرات مراقبة مختصة وشبكات IR. مشاهدي قناة تونسنا مرحبا بكم من جديد، عدنا للبلاتو نتاع بزنس ماك. نرجعوا مع سي محمد الشعري نشوفوا يحكي لنا هو كمكتب دراسات ماذا بيه يحكي لنا كيفاش تحضروا لوكايد شارج. معناها كيف احنا تعدينا ان بروجي معناها مشى من عند المهندس المعماري، قبل ما يتعدى للشركات لازم يتعدى بمكتب دراسات، كيفاش انتم تحضروا لوكايد شارج؟ وين وصلنا في تونس تويك؟ سيدي بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم، مرحبا بالضيوف، مرحبا بمشاهدين قناة تونسنا. مش نحكيه بصفة مبسطة معناها من غير ما نصعبوا الأمور برشا. المشروع يجي من عند سيد المهندس المعماري، معناها هو اللي يحدد الضوابط بتاعه، بعد تو المستعمل المستهلك هو اللي يهمه لهنا باش عنده منزل ولا إدارة ولا أي كان المبنى يكون فيه رفاهة الحد معين ويكون فيها الناحيه الاقتصاديه. معناها خاطر كان جيتار انت اهم حاجه اللي موجوده توا في المبنى والمصروف كليكا، اذا باش تبرد وتسخن باش تصرف فيها برشا فلوس. توا سالتني على الكراش شروط، احنا بالنسبه لنا احنا كمصممين نحاولوا نحققوا حلم الحرفه بتاعنا اللي هو اللي باش يعمل سواء كان باش يعمل منزل ولا باش يعمل اداره بناء مبنى اداري ولا اللي هو. وباش نحاولوا المبنى بتاعنا هذايا يكون يتكلف باقل التكاليف ويكون اقتصادي في نفس الوقت. كي تقول لي انت اقل التكاليف باش تدخل هوني فما التام كامل، معناها فصل كامل اللي هو تاع المواد التنفيذيه وما الى ذلك. ومن بعديك كيفاش باش نبرد ولا نسخن المبنى بتاعي، وهذه هوني اللي يهم اهم حاجه. خاطر كاش تعرف باش تبرد ولا تسخن باش تستعمل طاقه، وقلنا طاقه لهنا احنا بلد مش منتج للطاقه، معناها قاعدين وما ادراك ما الطاقه، وتعرف الظروف بتاع تونس الكليكا قاعدين بالعمله الصعبه. معناها اهم حاجه
يلزمنا نحاول كيفاش نضغطوا على 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 الطاقه. احنا كمهندسين هنا نراو المبنى بتاعنا شنو شنو هي الوظيفه بتاعه، هل هو مبنى اداري، هل هو مبنى جماعي، هل هو معنا مبنى فردي معناها نقولوا منزل ولا فيلا. وتشوف انت التوجه بتاع ال احنا تويكا اللي نحبوا ان حبيت معناها ناخذ من عندك ان اكزامبل كونكري توا في تونس وين وصلنا. مثلا نعرفوا احنا تويكا اللي نشوفوه ديما في الـ في الـ في بريسك في الـ في الـ في ليزيموبل الكل في تونس تاول تلقى فيهم دو ولا تروا اسانسور، فيهم ديجا لي اسانسور. تويكا عندنا في تونس سيستم انتليجون تاع لي اسانسور. هل السيستم هذايا اسكو البروموتور وقت اللي باش يفا كوموندي معناها لي اسانسور اسكو سي لو بيرو ديتود اللي يعطيه ليدي هذيا، ولا اسكو المهندس المعماري، ولا الشركه معناها حابين نعرفوا كومون سا سباس ريالمون. انت قصيت علي، انا حاولت نعمل طوط الموضوع ما باش ندخل في التفاصيل. احنا كمكتب دراسات احنا اللي نعطيو الفكره، معناها انت من واجبنا احنا باش نعطيو المنظومه السيستم، ومن بعديك باش تتعدى للفورنيسور. كاش انا نقول باش تعمل مثلا كما تاع المصعد، زوز مصاعد انا افيك لا دوموتيك ولا تجيب بالنسبه للكليماتيزاسيون ولا 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 الشوفاج. احنا اون في لا كونسيبسيون ونحاولوا باش نربح مثلا نعطيك مثلا باش تبرد ولا باش تسخن، باش ناخذ باش تبرد مثلا سكون ابيل لا كليماتيزاسيون. فما بليزيو سيستم اللي هو مثلا كيفاش نستعمل سيستم انفرتر، معناها هذا الانفرتر معناها على حسب الطلب بتاعك انت قد كي باش تبرد المنزل بتاعك انت. مثلا عندك سعر 50 كيلوات مثلا، وانا باش نستعمل غرفه برك. دونك الغرفه برك، هل باش نخدم 50 كيلوات باش نبرد المبنى كامل، ولا باش نبرد كان الغرفه؟ يلزمني انا نبدا كان بالغرفه برك ونستعمل كان زوز كيلوات. هذا موجود اذا في تونس وتخرجوه انتم في ليكاي تشارج. يعطيك الصحه، موجود هذيك، وانت لا وانت اللي تقترحها على البعث العقاري ولا الاداره ولا صاحب المشروع. نمشي مع بعضنا نشوفوا اجواء المعرض مع خوله. مرحبا بك لطفي، ومرحبا بالناس اللي قاعدين يشاهدوا فينا، ومرحبا بضيوفنا اللي معنا في البلاتو. باش نحكيوا على سمارت هاوس او المنزل الذكي اللي تكون طريقه التحكم بالاجهزه الموجوده فيه اوتوماتيكمون عن بعد او من داخل المنزل، وتكون طريقه التحكم هذه اون يوتيليزون ان تابليت ولا اورديناتور ولا تليفون كما قاعدين نشاهدوا هوني ورايا. وباش يصير هذا الكل لازم يكون عندنا ان سيستيم دو سيكوريتي ولا سيستيم دو كونترول. وتوا نعاود نرجع لك الكلمه باش تزيد تحكي لنا اكثر في الموضوع هذا. ميرسي. شكرا خوله. نرجعوا للبلاتو مع لي زانفيتي نتاعنا، نواصلوا نحكيوا على باتيمون انتيليجون. تو باش نتعدى مع سي راين قمرتي الجيرون دو لا سوسيتي دوميليك باش يحكي لنا على السوليسيون نتاعو كونكريتمون. كان تعطينا حتى ان اكزومبل. باهي بيان سور كون بو فو دوني ان اكزومبل، سي كازيمون نوتر ترافاي كوتيديان دوبي 2008 حتى لتوا. اون في دي انستالاسيون دوموتيك، نبداوها باليتود بعديك بالسويفي سور شانتيي. نجمو نعملو دي انستالاسيون ولا ان فورم des installateurs pour qu'ils puissent s'installer. On fait la formation, on donne des garanties sur les produits et autres choses. La domotique, là je m'engage au bébé à Barshajet. Les ouvrants, les mafias mouchbebek et le bibet, d'accord. Les éclairages, hein. La climatisation, bien sûr. Chauffage ou climatisation, chaud et froid. Un amalgame de système, fait une معناها موديل ميتيو محطوط لبرا من الدار السخانة والريح والهواء. لا معناها تنجم انت سي جامي نسيت شويه بكتاعك محلولين وشتي قهوه اللي تصب. سي لو كوشمار دو توت لي ميتريس دو ميزون. بعد ما ينط في شبابك سي معناها شتي تصب كان وقتها. دونك افيك ان ديتكتور دو بلوي ولا ديتكتور دو فون اوتوماتيكمون يهبط كل شيء. بليك يحكيو على ليكونومي دينيرجي فلي زوفران بو بروبوزي بليزيور سوليسيون. معناها الشبابك نتاعنا اون بو لي بروغرامي بالوقت ولا افيك ان كابتور فوتوفولتايك. تهبط الشبابك يتبعوا الشمس. الشمس من هنا يهبطوا لهنا، الشمس العشية من غادي يهبطوا من غادي. دونك دوكو سا جينيغ اون ايكونومي دينيرجي. سي رايا احنا صورنا فيديو عندك في الشوروم نتاعك
في تونس كان نمشي نشوفوه مع بعضنا ونرجعوا. Domelec est une entreprise tunisienne de services spécialisés dans le domaine électrique. Elle est présente sur le marché de l'automatisme de portail et du contrôle d'accès. Elle maîtrise l'ensemble des technologies de l'électronique, de l'informatique et des télécommunications permettant d'automatiser et d'améliorer les tâches au sein d'une maison. L'individu cherche toujours à améliorer son quotidien au sein d'une maison, du point de vue confort, gestion d'énergie et sécurité. Et la domotique est là pour ça. Ce type d'équipement vous simplifie la vie et optimise votre confort en adaptant votre maison à différents scénarios de la vie quotidienne. Exemple, scénario aller au lit. En appuyant sur un simple bouton, tous les stores se ferment et les lumières s'éteignent. De plus, la domotique constitue une aide précieuse pour les personnes dépendantes et handicapées. Voici donc nos solutions domotiques que l'on met au service de notre clientèle. La domotique vous permet de contrôler à distance l'éclairage et de régler les ambiances lumineuses. Contrôler à distance l'ouverture et la fermeture des volets, ainsi que l'ouverture et la fermeture des portails. Gérer à distance la climatisation et le chauffage. Accéder à distance au système de télésurveillance. Créer votre scénario idéal. Un interlocuteur unique pour toute la durée du projet. Une équipe d'ingénieurs travaillant ensemble pour réaliser vos envies. Un contrôle et un suivi permanent de nos chantiers. Commander à distance la climatisation, le chauffage, les volets, l'alarme. Donc il y a plusieurs avantages. C'est vrai, peut-être l'investissement est plus ou moins quelque chose, mais ça sera vite rentabilisé. Domelec, non seulement est au niveau donc, de la consultation, mais surtout le suivi. Le suivi est pratiquement au quotidien. Il est assez le donc, il y a une continuité quand même et un professionnalisme qui a été constaté largement par la société Domelec. Domelec est une entreprise qui évolue. Nous sommes à l'affût de nouveaux défis et c'est dans cette optique que nous diversifions notre activité avec Domelec Lighting, qui propose des luminaires de marque tels que Fontana Arte et Montra. رجعنا للبلاتو مع نوز انفيتي نتعداو ونحكيو مع ايدروتيك مع سيانيس ترشونه باش يحكي لنا شويه على سوليوشن وشنو هي لا جيستيون تكنيك دو باتيمون معناها لا جيستيون انتيليجونت نتاع مبنى كامل ولي سوليوشن كو فوز اوفري اول اوبجيكتيف هو حتى بطريقه اسهل تو حكا بطريقه لي ستور كيفاش نتحكم بلي ستور انت والموفمون تاع الشمس نجم نتحكم انا في الطاقه حتى بطريقه اسهل شنو معناتها تبع لسؤالك هذا مثلا ناخذ نزل في نزل احنا توا المشكله مثلا عند المينتونسي اللي هم جماعه الصيانه ما يجي يتحرك في النزل الا ما تجيه ريكلاماسيون سواء من الكليون والا من صاحب النزل والا ثم معناتها مشكل في 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 في, في المعدات نتاعه ولا في المضخات ولا في الشوفري ولا في في في, في المسبح ولا احنا بالمنظومه اللي عندنا في ايدروتيك احنا بالمنتوج نتاعنا اللي هو ريجين نجموا مثلا نشوفوا المبنى كامل في سوبرفيزور ويعرف هو حتى وقت اللي ثم مضخه صار له مشكل ولا عطب ولا حتى النزل ينجم يكون مليان فيه 1000 سائح ينجم يكون فيه 10 سياح احنا المشكل توا في النزل نتاعنا فيه 10 سياح ولا فيه 1000 سائح ديما تلقى الشوديرات تخدم الكل الاربعه والا الماء سخون الاربعه تخدم موجود والا الضوء الاناره كلها موجوده وهذا هذا هذا غاسبياج لهنا نجم هذا تكلفه نجم من هنا نقتصدوا من الحكايه هذه نقتصدوا في الكهرباء نقتصدوا في الماء نقتصدوا في الغاز سيانيس نتعداو مع نوز اكسبير سي غازي وسي محمد باش يحكيوا لنا على الدوموند تاع العباد اللي تبني في لي باتيمون كو سوا بارتيكولي ولا كوموسيون مونغوليير لو سوركو
سيرمون لي سيستيم اللي تحكي من عليهم فيهم ان سيركود و التنسيق بين لي ديفيرون انترفونون. حاب نعقب على الكلام الخيان وعلى اسم محمد قبيله كان يحكي الحلول اللي قدمها مكتب الدراسات تصير بالتنسيق مع المهندسين المعماريين ومع المصممين بصفه عامه وتقع الحلول المناسبه حسب الامكانيات الموجوده على خاطر كل قبيله نتكلموا على البيرسوناليزاسيون نون سولمون اون بيرسوناليزاسيون فونكسيونيل مي تكون معناها مترابطه مع البيدجي اللي هو ملائم. اليوم مش حابين نقول زاد بالنسبه للدوموتيك اليوم التقدم نتاع التكنولوجيا قاعده تاخذ بسرعه كبيره ولهذا التكلفه قاعده تنقص. كنا قبل في الدوموتيك نخدموا بالكابل بيوس ولي موديول وانتيريور اتسيتيرا. اليوم ولا فما سيستم دو واي فاي هذوما السيستم كله واي فاي ما هو فما ريدكسيون ابوبخي دو 40-50% من التكلفه. بالنسبه للمواطن التونسي العادي اليوم يقول لك انا كيفاش لازم نستعمل انا في داري وانا كيفاش باش نعمل امكانياتي ما تسمحليش كل شيء. اليوم الايكونومي اللي يجب يعتبرها ابار لو كونفور معناتها الرفاهه ولو كونفور وكل شيء والمانيبيولاسيون الايكونومي لامورتيسمون فما لامورتيسمون دون لو تون بالوقت معناتها في 4-5 سنوات باش ياخذ معناها باش هاك الفلوس بزيدها زايده اليوم يمكن بعد عامين ثلاثه باش تولي فرد سوم هو الكونفونسيونيل خاطر قاعده تنقص تو لي سوليسيون تكنولوجيك كيما تو مثلا في كيماتيزاسيون الفي ار في دي ار في عندك ديجا في الكتريسيتي 40% ديكونومي. انت تفسر لنا الفي ار في والدي ار في. هذه تكنولوجيا جديده في الكليماتيزاسيون. كيما في الدوموتيك قاعدين فما ايفولوسيون. كنا نستعملوا باغ اكزومبل الكليماتيزاسيون سبيد سيستم ديريكت ياخذ 100% دينيرجي. هذا يخدم اون فونكسيون دي بيزو حسب التمبيراتور وحسب الفضاء معناتها الانتيريور قداش التمبيراتور حاجتك بها. دونك يعدل التمبيراتور حسب الانرجي دونك عندك ايكونومي ديجا من المان 40% 40% حاجه هامه بالنسبه لفاتوره الضوء بالنسبه للمواطن العادي حتى باش يخلص اغلى شويه من اللون ما يمثالش. اما هذوما الكل التكنولوجيات هذوما قاعده تمشي ويلزم العباد معناتها المواطنين والمصممين معناتها البريسكريبتور احنا نحاولوا نقنعوا بهم المواطنين حتى تولي فما تداول وتولي فما عادات اذا تخلق العاده يولي التكلفة بشوية بشوية تنقص وبشوية بشوية نجموا بالنسبة للبلاد كاملة نتحكموا في الطاقات كبيرة كبيرة جدا خاطر فما برشا كيما في النزل في الترسير في البيروتيك في الديار في الفيلات الكبار في الفيلات الصغار حتى في المساكن الشعبية معناها تشوف بعد دي الانرجي هكاك ماشية ما عندها حتى معنى ولهذا اليوم معناها تنجم تبقى صيحة فزاعة لكن يلزمنا نكونوا نتوعى والناس الكل لي بروفيسيونيل احنا كمصممين معناتها اللي يجيبوا في التكنولوجيا اللي يبيعوا فيها المقاولين يلزمهم يحاولوا في اقرب وقت يقوموا بالتكوين اللازم للاطارات نتاعهم هذه هامه ومهمه جدا سواء في جيني سيفيل ولا في التريزيتي ولا في الدوموتيك ولا في كيمازاسيون ولا في الويت الكل حتى نجموا نتعداو خطوه بسرعه. احنا سي غازي شفنا في الحلقه الاولى نتاعنا الانرجي رونوفلابل والايزولاسيون اليوم طرقنا في الجزء الاول على لا دوموتيك وشفنا باش نتعداو بعديك بعد شويه باش نتعداو بعد الفاصل باش نشوفوا الانوفاسيون لي سوجي كلهم حاولنا نحكيوا فيهم هما دي سوجي يهتموا ويعتنيوا برشا بالايكونومي دينيرجي وي سون كومبليمونتير هما كو سوا الفوتوفولتايك ولا معناها لا برودكسيون دينيرجي في وسط المنزل والا انه المنزل يكون بطبيعته يستحفظ على 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 البروده وعلى الدفء اللي فيه ولا بالدوموتيك نيفو معناها لي باتيمون يوليو يخموا في بلاصه المستهلك شفنا فيهم برشا معناها حاولنا ديما شفنا اللي هو الاكثر لي زافونتاج مو سون دي زافونتاج ديكونومي دينيرجي فماش دي زافونتاج اخرين فما لي زافونتاج الاخرين اللي هما اليوم المواطن شو يقول لك انا المكتوب نتاعي اش باش نصر واش باش نرجع هذه حاجه هامه ياسر التكلفه في التكلفه مش في الايكونومي برك التكلفه نتاعو هو اليوم يقول لك انا نحب على خاطر تو شوفوا مثلا نحكيو على البعث العقاري الناس الكل تحكي وتقول يا خويا الاسوام غلات ياسر صحيح غلات لعده عوامل غلات اليوم يلزمنا نظره شامله للناس الكل كيفاش نجموا نتحكموا في التكلفه العامه من الاراضي للبناءات للحلول هذه التقنيه حتى يرجع السوم صايب باش يرجع بتولي لكن نحاولوا باش نضغطوا اكثر ما يمكن
على التكلفة. به. ولهذا يلزم تفكير يكون بروفون معناها وابروفوندي دو لا بار دي زوتوريتي اوسي وزارة التجهيز مثلا اليوم زاد يلزمها تحاول في البنايات المدنية توفر مشاريع في النوع هذا حتى المقاولين فيسا يجمع يتأقلموا. كيف يتأقلموا المقاولين يقولوا التكلفة متاحهم وما أقل خطر دجاة توا عندهم تكلفة متاع تكوين وتكلفة متاع كيف يوليه حاجة عادية موجودة كلها تزيد تنقص. هذا هو أهم حاجة بالنسبة للمواطن العادي. بالنسبة اللي هو يقول لك الأكسي واللوجمان سديفين ان بروبليم ديفيسيل. أنا كنشوف مع سي أنيس ومع سي ريان شنية الصعوبات اللي لقينهم تويكا pour le développement تاع السيكتور هذا. والله سي غازي قال الكلمه توا قال التكوين يتكلف. بالنسبه لدروتيك احنا خذينا المبادره الانيسياتيف باش عملنا سنتر دو فورماسيون اللي هو اتش تي سي نعملوا فيه تكوين مجاني. اما كلامك انت باش نوصل للحل هذا ثم ثلاث حوايج. اول حاجه التنسيق كما قلت انت التنسيق بيناتنا كمصمم كمهندس مستشار كاحنا التكوين والاعلام. هما خذاو تاع المبادره باش يعلموا المواطن اللي ثم سوليسيون راي اديكوا وترفق بجيبه. والتكوين بالنسبه لنا خاطر احنا بيناتنا شكون اللي بيناتنا تو المقاول. المقاول اسمه ياخذ معلومه منك وياخذ معلومه مني وهيك كيفاش الدور المعلومه هي. ما تو هو المقاول هو موجود بيناتكم. موجود بيناتنا. هو موجود بيناتنا. عنده الارشيتكت وعنده البيرو ديتود. فهمتني. وفما انتم الشركات معناها البوفوار اللي عندكم انتم سي ان بوفوار دو بروبوزيسيون معناها انتم الاربعه ديسيزيون ترجع له هو. ممكن اذا كان هو يقتنع ممكن خاطر ماهوش نبداو صريحين هو اكثر لي بروموتور اون جينيرال. هو كي باش يبني مبنى باش يبنيه باش يبيعو فوالا دونك هو صبغه تجاريه ممكن ما اللي يهمه اكثر ما يهموش على خمس سنين اش باش نرجع في الايكونومي دانيرجي. ممكن يهمه كان توا الانستون تي انا قداش تكلفت لي البنيه وقداش باش نبيعها. اسكو فما البرا مثلا دي ليجيستاسيون ولا فما قوانين كي يوبليج الباعثين العقاريين باش يوليو يستعملوا سوليسيون لا اللي هما دي سوليسيون معناها سويون كلير معناها اللي هما اذا كان يساهموا في الاقتصاد في الطاقه معناها يساهموا هذيك اللي اقتصدناه في الطاقه الكل هذيك فلوس دوفيز استحفظنا بها وباش نستعملوها في حاجه اخرى. معناها في بلاصه نصرفوهم الفلوس هو تويك صرف سيفري اقل عمل ياجور وكذا كيما بناء هكا يزين من برا بروفيتمون مزيان وباب مزيان وكذا. صحيح. واللي من بعد اللي باش يعيش به العبد كو سوا توسكي ايكونومي دينيرجي هذاك كله فلوس ريكوبيرابل من بعد للدوله. علاش الدوله زعما ما خذتش الانيسياتيف وما عملتش قوانين معناها؟ لا انا فما حاجه باش كل حد نعطيه حقه. بالنسبه للدوله قاعده في الاتجاه هذا عندنا وكاله التحكم في الطاقه. فمثلا بالنسبه نحكي على العمارات معناها قبل في كل دراسه لازم تعمل ايتود انرجيتيك. هذه فاش تمثل ايتود انرجيتيك معناها بور كلاسي معناها هذه المبنى هذه باش تعطيها كلاس انرجيتيك تاعها قداش معناها مقننتها معناها باش نحافظوا نضمنوا القدر الادنى انها تكون تحفظ معناها الرفاهيه وفي نفس الوقت تكون اقتصاديه. ما هذا ما يكفيش. احنا تو هوني كان جيتارا كمشرع مازالت عندنا خطوات كبيره يلزمنا نعملوها. دونك يلزمنا والمال قوام الاعمال معناها يلزمك انت تو كبروموتور كما تحكي انت هو ما يهموش راهو عنده باش يعمل بنيه وباش يبيعها ما يهموش على لا اقتصاديه مش اقتصاديه اش ماشي يصرف اش ماشي يدخل معناها بور كون سوا ومعناها واضحين. معناها اذا انت يلزمك تفرض عليه وفي نفس الوقت تشجع وهذا هو المجال اللي لازم يدخل. مثلا انت تو تجي نحكيو في الطاقه اكثر وحده قاعده تستهلك في الطاقه هي التكييف معناها الكليماتيزاسيون. تو فما الكليماتيزاسيون سولير حاجه اخرى. فما نعطيك مثلا تو في الدوله هنا تجي مثلا تجي مركب كبير كما قطب الغزاله ولا اي مركب اداري كبير غاديكا قداش من مبنى طاقه معناها دي بويسونس معناها طاقات كبيره قاعدين نستخدموا فيها قداش دي ملي دو كيلوات. يا خويا عندنا الغاز هات نعملوا واحده كوجينيراسيون معناها هذه الكوجينيراسيون اش معناها من طاقه واحده تعمل زوج طاقات ولا ثلاثه نجموا نعملوا ثلاثه طاقات معناها من الغاز غاديكا نوفر الكهرباء نوفر نبرد ونسخن. دونك نبرد لا تي جينيراسيون وهذه توفر لنا برشا فلوس. وحاجه اخرى الاهم من ذلك هو المحافظه على البيئه. قال كاش انت تو فما الكليماتيزاسيون سولير معناها التبريد بالطاقه الشمسيه
معني الضوء فينالمون باش نسالك زوج ثلاثة كيلوات معنا ما يدخل باش تدور وربي عطانا الشمس احنا علاش هذايا السيكتور هذايا معنا المجال هذايا لازمنا نطوروه وموجودين عندنا انا واحد مهندس كمهندس مستشار مطيع ثلاثة نقترحها ومن بعدك ما يمشيش علاش ما عندناش فلوس نمشيو معنا في الوزارة التجهيز نقدموها ونقدموا بهم لنا انا باش نعمل بنية لنا مثلا باش تعملها التكييف بتاعها بصفة كلاسيكية باش تكلم مثلا 200 مليون نقول رقم برا باش تجي تعمل كلمة بالطاقة الشمسية هذيك باش تكلف 400 مليون خويا يقول لك انا ما عنديش وشكون وفي الاقل ومانيش عارف معناها في في فاتورة الضوء بعد قداش تجي لا ولات عملته انا سيدي هذه عملنا دراسة أن الطون دو روتور معناها الاسترداد لهنا أربع سنوات ومن بعد تولي تصرف بلاش معناها اللي باش تصرفوا تو على أربع سنين ومن بعدين تولي تبرد ولا تسخن البنية بتاعك بلاش أما هو تو اللي هنا يهمه لهنا كان تو باش تصرف ما عندناش هيك النظرة اللي من بعد وفي نهاية الأمر كلها تعاود ترجع قداش فلوس معناها هذا كلك يعطيك الصحة دونك هوني لهنا يلزم كما يقولوها في على شال ميكرو وماكرو احنا يلزمنا تو نخمم على شال ماكرو ومن بعد اش ماشيين قداش باش نرجع هو القدام حاجة بالنسبة للتراديسيون معناتها العادة كيف تكون شوفوا تو 10 سنين تالي لو شوط سانيتير سولار كيف دخلت لتونس 10 15 سنه تاني كان صعيب باش تقنع انسان تقول له باش تصرف زوج بلاين وثلاثه بلاين وباش تعمل توا الناس ما عادش تخمم عقلية. اللي يعمل دار شعبيه ولا غير شعبيه ولا متوسطه ولا كبير ليفولوسيون ناتوريل دونك التكنولوجيا تولي فما ما عادش يحسب التكلفه وقداش باش يرجع كل شيء خاطر ولات حاجه سهله وحاجه توفر له ان كونفور رابيد فهمت بسرعه وما تكلفلوش غالي ياسر وانت ماشي هذا اللي نحبوا نوصلوا له في الدوموتيك كل شيء بشوية بشوية تولي لابراتيك وتولي الناس سوبوز ميم بلو لا كيستيون قداش وكيفاش هذا هو اهم حاجه نحب نعقب سامحني نحب نعقب على حاجه بالنسبه للكليماتيزاسيون سولار معناها ناكد عليها برشا 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 عندك حاجتين توفر لك الطاقه وتحافظ لك على البيئه احنا تعرف تو كل منظومه بتاع تكييف فيها لي غاز فريغوريفيك هذوما حتى الار 410 ولا الار 22 اللي مع دي سي بروبي 2015 ولا ديما راهم مضرين بطبقة الأوزون تو نحكي عندنا خرم كبير قال لك في طبقة الأوزون ربي يستر شمش تولي وقت باش تعمل كليماتيزاسيون سولير هذه هي المشكلة تتنحى لها خاطر شمش تعمل أنت باش تعمل دي كابتور سولير من هذوكم باش تاخذ الشمس منها باش تعمل ماء سخون وبعدين باش تعمل سيستم ابسوربسيون الابسوربسيون هذه هو عبارة البرومير دو ليثيوم معناها ما بين التكثيف بتاعه والتبخير بتاعه تعمل كليماتيزاسيون تاعك انت سي محمد نحاول نقعدوا في السوجي تاعنا نمشيو ناخذوا لمحه على المشاركه نتاع هيدروتيك في المعرض المعرض الميديبات ونرجعوا بعد الفصل شركة إيدروتيك تكونت سنة 2008 عندها 4 ans d'activité où on a développé de différents systèmes et produits. On a choisi de collaborer avec des marques qui ont opté pour des nouvelles technologies telles que les systèmes de conduite qui remplacent l'acier, tels que les systèmes de gestion technique des bâtiments. Contrôle à distance permet de contrôler à distance tout le bâtiment, les équipements de bâtiment et gérer et optimiser le maximum la consommation d'énergie dans les bâtiments. رجعنا سور لو بلاتو دو بزنس ماجازين نرجع مع سي محمد الشعري باش يواصل يحكي لنا على السوجي اللي كنا احنا على تو حكينا كومون برودوي لي كالوري معناها كيفاش باش نبرد ونسخن فما نقطة مهمة تو كيفاش نتصرف فيهم كنا بين لا جي تي سي انت تو باش تبرد ولا تسخن المنظومة بتاعك يلزمني انا كيفاش نتحكم فيها باش نحدد
نعدل الحرارة بتاعي كما ينبغي، الرطوبة بتاعي على كما ينبغي، باش نوفر الرفاه بتاعي معناها pour réguler la température et l'humidité pour assurer le confort. دونك حاولت نترجمها هوني تو، والحمد لله تو في الوقت الحاضر موجودة التكنولوجيا وموجودة الناس اللي التكنولوجيا هذه الناس اللي استثمروا فيها واللي توا يتحكموا فيها بالكدا. دونك تلقى كي انا كمصمم نحب نعمل حاجه نلقى باش ننفذها، خاطر كاش نجم انا نكتب اللي نحب ومن بعد هيك ما نلقاش شكون يوفر لي المعدات هذيك وما نلقاش شكون باش يركب لي. هوني مشكله. دونك هوني توا في تونس تعدينا في ايتاب اللي موجوده تلقى لي فورنيسور معناها المزودين اللي باش يعطيك الالات اللي باش تنجم تكيف بها الهواء كما تحب انت، تسخن ولا تبرد، باش تحاول تقتصد في الطاقه على 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 احسن وجه. معناها هوني تو موجوده كل شيء هذا. طب بالنسبه اللي نجم يحكي عليها اكثر مني في لو كونترول دو تمبيراتور، لي زيكيبمون موجودين. معناها انا تو من نجم من الدار بتاعي انا داخل في صفار وداري مسكره ما نحطش شوفاج يخدم، الواحد النجم يخدمها ادي سونس قبل نص ساعه ساعه من زمان. شويه على هذايا تو كله موجود لهنا كتنجم تشوفوا تابليت هذايا سي تري امبورتون. علاش؟ خاطر ادي سونس نجم تعرف دارك فين ايتا هي بارده سخونه محلوله مسكره اي تو سا سا دون ان كونفور كي فريمون très important le client. D'accord. Donc un bâtiment intelligent, il n'y a pas que de l'économie d'énergie fille, qui aide à la composante confort et sécurité, qui sont des composantes essentielles. Essentielles qui fait, je me fais un kharj mandari, imaginez, on a des projets, des villas, d'affaires avec les chubés. Alors, on a le monsieur ou la madame, dire à la chubé, qu'on a fait juste kharj, avec un seul bouton, voilà, un écran tactile qu'on peut fournir, il y a un seul bouton, يهبط شباب الكل، ينقص في التمبيراتور كان بارد ولا سخونه سا ديبون دو لا سيزون، يطفي الضوء الكل اي لاكتيف لا لا. فوالا اي بار ترونكيل من بعد. اي تو سا سي دو كونفور. حتى سي اون فو كرونوميتري يورا ان كان دو تون معناها اون بلوس. دونك لو كونفور هذا سي كليير باش يقول العباد سا فا شيفخي. ان 2008 سا شيفخي فريمون بوكو. كنا كيفاش سوليسيون دو باز قداش كانت اون 2008 قداش ولات تو اون 2000؟ والله سوليسيون دو باز سوليسيون دو باز اون 2008 elle pouvait arriver à 60 75 000 دينار. D'accord. Donc on peut fournir des solutions معناها très bien garnies. Gestion تاع قفاه لا سنتراليزاسيون تاع لي فولي. Une bonne gestion d'éclairage extérieur, chambre à coucher parents, suite parents, excusez-moi, salon et une sécurité, معناها une alarme كامله. Et on peut avoir cela. Gestion à distance, au gestion à distance, bien sûr. Et bien sûr, on a un écran tactile. Et il y a un chauffeur d'art ou pièce par pièce. Qui m'a chauffé dans le VTR. Ah, voilà. Qui m'a chauffé. Donc, il peut coûter de 8 à 15 000 dinars. Ça dépend des options. D'accord. Et ce genre de confort, il y a un peu de temps. 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 Donc ça, c'est l'évolution. En plus, le client, le Tunisien, est aussi un friand de technologie. Nescol avec les smartphones, Nescol les télés. Donc, il y a tout le défi des nouvelles technologies, le confort, l'économie d'énergie. Et c'est le futur, qu'on le veuille ou non. Donc, en 2008, j'étais seul et unique. L'entreprise, on est 53, avec un taux d'encadrement de 50% entre ingénieurs et techniciens. D'accord. ça évolue معناها لي شونتيير قاعدين معناها يزيدوا لي بروجي يزيدوا. نشوفوا مع السي انيس كيف يعطينا الفورشيت تاع قداش تكلف قداش نربح اون سوليسيون ركبتوها مثلا. هي شوف كما قال سي محمد وقال زميلي راهو الافكار موجوده والكفاءات موجوده. وكما طرح المشكل تو سي محمد لازم اول ما تبدا نبداو في المشاريع الحكوميه خاطر تو المواطن عادي هو ماهوش باش يدخل تقنيه في الحكايات هذوما باش تصعب عليه. هو كي يشوف السيستم هذايا موجود في المباني الحكوميه يولي يعطي الثقه. حتى المباني الحكوميه كما قال تفضل سي محمد شاري يعطيوك بيدجي يربطوك به ويقول لك نحب ايكونومي دينيرجي، ما عادش نجم يعمل حتى شيء هو. ما عادش نجم يتصرف المصمم، هو ما عادش نجم يتصرف، احنا ما عادش نجم نتصرف. حتى المقاول ما عادش نجم يبيع. اذا انت المشاريع الحكوميه يدخل الفكره هذه العقليه هو يدخلها في مخه، يولي حتى المواطن العادي يقول لك والله يا شوف المباني بتاعنا الحكوميه والله فيها، علاش ما نعملش في داري؟
علاش ما نعملش في العمارة نتاعي، علاش ما نعملش في الأوتيل نتاعي. هذه هي عقلية، واحنا بدينا خذينا المبادرة، سي محمد خذ المبادرة، سي غازي خذ المبادرة، احنا ما هو وحده ما يعمل حتى شيء، واحنا وحدنا ما نعملوا حتى شيء، هي منظومة كاملة لازمنا احنا نتعاونوا، ثقافة كاملة لازمنا نتعاونوا عليها، وحدنا لا مانيش بنعملوا حتى شيء. وليكونوميك دينرجي راهو نوصلوا 40 و50% كما قال سي محمد، خاصة في فاتورة الضوء، فاتورة الماء، فاتورة الغاز. هذا راهو سي محمد. اوتيل مثلا قداش تجي فاتورة الضوء في العام؟ اوتيل 60,000 دينار في الشهر ولا في العام ولا قداش؟ لا في ثلاثة شهور. في ثلاثة شهور معناها في العام. 60,000 دينار نحكيه، 30,000 دينار و 80,000 دينار ويعرفوا هما. أنا نعطيك 30% نعطيك حاجة مثال مبسط، تاخذ مثلا فندق معناها اوتيل. اي. فولو كليماتيزي. كي تعمل الكليماتيزاسيون سولير، الكليماتيزاسيون سولير هذيا فما دي كابتور باش تعطيك الماء سخون، وعندك الجروب ابسوربسيون تاعك معناها في استعمال الطاقة، معناها ما نستعملوا حكاية فارغة، معناها أقل من العشر. أنت بالنسبة لك أنت هذيا الكوليكا ما استعملتش الطاقة، معناها أخذتكش الطاقة، احنا قاعدين نشرو فيها، الطون دو روتور أنا نقول لك أقل من أربع سنين. هوني شنو اللي ناقصوا البروموتور اللي باش يعملوا؟ شكون باش يشجعوا؟ وشكون معناها باش باش يعطيك صح باش يسلموا؟ الزام يعطيك صح. هذا احنا مش موجود. انا حكينا في الايزولاسيون توا ولا توا نشوفوا اون اوروب اون جينيرال وفي امريكا معناها. معناها الدولة هي اللي تعطي لي نورم وكل عام زيد صعابهم، كل عام زيد صعابهم. يولي اللي باش يبني سنة يولي يقرا حسابه 10 سنين يقول لي نورم شو صعب، يولي يقرا حسابه يعمل حاجه اونكور بلوز افونسيك كل موجود واللي طلبته الدوله. احنا في تونس لي نورم تاعنا شنو؟ احنا لي نورم راهو قاعدين واخدين التوجه هذا، مش نقول الحق عندنا تو كما ذكرت الساعه الاي ام الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه هي كما عملت برشا بروجيات كما البروجي سبروس هذا بتاع اللي شوفوا سولير اتسيتيرا، وتوا قاعده تحاول باش تدز الكليماتيزاسيون سولير في البنايات المدنيه معناها في الباتيمون سيفيل اللي دارها واحد. وهذه كوليكا لازمنا الناس كوليكا ما عندنا خيار وحدك كان ندعموه باش نجموا نقدموا باش نجموا خاطر كاش تو الطاقه اوكي الدعم اذا صندوق الدعم ينحيوها شوف شنو مؤخرا زادوا في الليسونس اتسيتيرا مش الامور قاعده تتعقد. نجم نعطيك مثال بسيط مثلا مدينه الحمامات منطقه سياحيه الحمامات تو نشوفوا لي بويسونس اللي عندنا لي جروبات كل اوتيل عنده 500 كيلوات و 800 كيلوات و 1500 كيلوات دي ميجاوات معناتها اذا باش نحسبوا النزل الكل اللي موجود في الشريط نتاع الحمامات معناتها استهلاك كبير برشا. اما احنا نجموا عندنا سيستم اللي نجم نبرد ب 15 درجه 15 درجه نتاع ماء وين نلقاها؟ نجم نلقاها في البحر اللي هي مدينه الحمامات على البحر. احنا ما احناش قادرين نستغلوا فيها هذه ويعرفوا المهندسين المستشارين ويعرفوا عليه ما نستغلوش ديما يخاف يقول لك باش ما تنجحش اوني كونسرفاتيف فوالا. كلمه الختام قبل ما نتعداو للتيم الثاني في كلمه كل واحد منكم كيفاش تشوفوا كيفاش نجموا نقدموا بالسيكتور هذايا اون 30 سكوند؟ والله يفوا الي فيغ لي جون لازم نمشوا لهم اوني اون تران دو فيغ سا يفوا انفيرمي لي جون داكوغ دوموتيك ولي باتيمون انتيليجون ماهوش معروفين برشا من المواطن التونسي توا دونك هذاك علاش نشاركوا في لي فوار اون في دو لا بوب باش نفهموه اللي راهو لو باتيمون انتيليجون سي لو فيتور معناها سي لو فيتور باش يربح فيه كونفور سيكوريتي اكسي ا ديستونس اي ايكونومي دينيرجي. داكوغ سي انيس انا بالنسبه لي اول حاجه الاعلام اللي عندكم انتم خاطر لازمك تعلم المواطن البسيط وتعلم المواطن اللي بروفيسيونيل الاعلام التكوين اللي علينا احنا لازم التكوين بتاع المقاولين تكوين مهندسين مستشارين تكوين المكاتب المراقبه وعندنا التنسيق هذو ثلاثة حوايج اللي مهمين برشا باش نقدموا بالمنظومه هذه ولا ان شاء الله. سي غازي انا حبيت نقول نرجع منين بديت من التصميم جدودنا في الباتريمون التراث خلاو لنا مدينه لو لوجمون تراديسيونيل كان هام ياسر بناو خاطر حسب لي بيزوان تاعهم بيو كليماتيك دونك زون كري دي لوجمون بيو كليماتيك. اليوم التكنولوجيا هي على ذمتنا باش نخلقوا دي اسباس دي كونفور تيرميك خارقي للعاده. اليوم دونك من مشكلتنا اوني اون تران دو كونستروي لو باتريمون دو دوما يلزمنا نخليو لاولادنا دي اسباس اي دي زاميناجمون كي سون معناها كي سو بروجيت دون لافنير مي كي ريستوران مع سنين احنا مش نبنيو على اربع خمس سنين نبنيو بور دي جينيراسيون سي اون مسؤوليه تاريخيه وسيفيليزاسيونيل ولهذا
حتى في تكوين المهندسين المعماريين وفي الإطار العام والتنسيق مع كل معناها المتدخلين في الإطار هذا في الباتيمون انتليجون. اليوم مسؤوليتنا كبيرة كبيرة جدا الناس الكل باش نوصل نخليوا لأولادنا فضاءات اللي هي تليق بتونس وتليق بمستقبل أولادنا. سمحهم تشاري. والله أنا مانيش باش نخرج برشا على الكلام اللي قالوه الوقيان، مي في نهاية الأمر ما عندناش خيار واحد آخر، اللي هو يلزمنا نحافظ على الطاقة، يلزمنا نستعملوا التكنولوجيا باش نتحصلوا على مبنى معناها فيه نحافظوا على البيئة بتاعنا، مهم جدا خاطر كشي تمس الحياة بتاعنا والمستقبل بتاعنا، وتحافظ على مكتوبنا اللي هو الطاقة. وهذوما كليك ما تنجم تكون إلا ما الدولة خاطر كشي هي كما يقولوها هي اللي تعمل لي كليبر. أنا وأنت نجم نحكي وأنت كعلام تنجم توضع، ما هي اللي في يدها الزمام بتاع الأمور هذه، وإذا هي اللي تدفع بالشيء هذا، والدراسات موجودين وكل شيء واضح. معناها فما الرغبة السياسية، خلينا نكون واضح هنا باش ندفعوا بالمجال هذا ونطوروه ونجموا نحققوا معناها رفاهة كبيرة اللي نحن للتوانسة ما احناش ناقصين، ونقتصدوا في الطاقة. من غير هذه باش يجي كما قلت انت يلزم قوانين، يلزم المشرع ويشرع، وفما من ناحية ثانية بعد الإلزام خاطر كاش الناس اللي قاعدة تبني لهنا الأكثرية، وكان جيت ترى في السيكتور بتاع لي بروموتور هما السيكتور لاباس به، وكمية بتاع فلوس قاعدة تدور كبيرة برشا. أنت كان تجي تحسبها لازم أنت تفرض عليه وتزمه وتشجعوا اللي ماله باش ينجم يعطينا مبنى مطابق للمواصفات الفنيه. شكرا سي محمد الشعري، شكرا لك سي غازي المهيري، سي نيستر شونا وسي ريان قمرتي، شكرا لكم. تعداو مع بعضنا نمشيو نشوفوا احنا الشركه اللي قاعده تعاون فينا باش نقدموا القدام تونيزي تيليكوم، نمشيو نشوفوها الستوند نتاعها المشاركه نتاعها في الميديبات، ونرجعوا مع التيم الثاني لينوفاسيون. Avec l'offre Community de Tunisie Télécom Entreprise, bénéficiez des meilleurs tarifs et d'une large gamme de forfaits adaptés à vos besoins. Profitez gratuitement de communications entre collègues, de la navigation en 3G++ et choisissez jusqu'à 5 numéros Tunisie Télécom pour communiquer en illimité hors entreprise. Pour plus d'informations, contactez votre chargé de clientèle ou appelez le 1288. Tunisie Télécom Entreprise, plus que des solutions. مشاهدي قناة تونسنا، مرحبا بكم من جديد في البلاتو متاع بزنس ماجازين. عدنا باش نحكيو في التام الثاني اللي هو لينوفاسيون. معنا ليزانفيتي متاعنا متاع النصف الثاني من البرنامج اللي هما على يميني سي حاتم بن عمار ديريكتور جينيرال ادجوان متاع شركة يقظان، سي مراد معالش لو ديريكتور جينيرال متاع جروب اسيا، مدام هدى هنتاتي مهندسة معمارية، وسيموني البحري المدير العام تاع سي تي ام سي سي في مركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور. دونك باش نحكي مع بعضنا على الانوفاسيون دون لو باتيمون، باش نحاولوا نعرفوا مع بعضنا النيفو نتاع تونس اون تيرم دينوفاسيون. حاب نبدا مع في البدايه مع مدام هدى هنتاتي اون طونك اركيتيكت، ماذا بينا تعطينا لو نيفو تونسي في الانوفاسيون بارابور للعالم. معناها نشوف il n'est jamais tard كيما نقولوا احنا l'innovation dans le monde معناتها la renaissance est 2007 on n'est pas vraiment trop tard. Donc le concept et le souci de l'innovation bien que les industriels
خذوا ان امون معناتها قبل اون ديزين داني لو سوسي د لينوفاسيون مي ريليي ا ان سوسي ايكونوميك دو فابريكاسيون دو اي تو سا دونك سيتي با دون ان سوسي de recherche de procédés innovants. Depuis 2007, donc, c'était le Canada ou le pays manette précurseur. Vraiment, il a instauré tout un système de, pour l'innovation dans le bâtiment. أنا مدام سألتك سؤال هذا على أساس معناها احنا تو في تونس ممكن أي واحد فينا اللي عاش كسوا والديه ولا هو ابن دار ولا 10 سنين 20 سنة 15 سنة التالي ولا يتعدى توا قدام ان شونتيي ليجور السيمان يظل هذاك تونس شنو؟ انا اسكلت السؤال هذا معناها اون توك اركيتكت ديما احنا في تونس عندنا لا باريير معناها كونتر ليفوليسيون اي لينوفاسيون صعيب باش ناخذوا حاجه جديده وصعيب باش نمشيو فيها دونك انتوما اون توك بريسك كريبتور انتوما البروجي يبدا عندكم معناها كيفاش تراو معناها المستهلك التونسي معناها غيرمون راه مش شنو هو موجود عندنا سوق المارشي غيرمون الديار اللي قاعده تبنى في تونس النيفو نتاعها بارابول العالم وين وصلت؟ شوف لو نيفو اون كاليتي نو اون كاليتي دو كادر دو في اون اي اون تونك ستاندار سباسيال سي لو غران لوكس لي جون لو جابون اون فامي سا لوج دون 60 متر كاري 70 متر كاري احنا اون فامي دو ريفوني مويان سي 150 200 متر كاري دونك سي اون بارل ديسباس هابيتابل سي اون بارل دو كاليتي دو كونستركسيون لا كنا اون اي مسؤولين انا اون تونك اركيتكت جو بو كونسيفوار لا كاليتي اي جو بريسكري لي برودوي فما دو فاكتور دو بريسكريبسيون دو برودوي il y a le niveau de vie et le pouvoir achat de mon client si c'est l'état si c'est un si un établissement public si un citoyen c'est un simple citoyen et il y a l'industrie le pouvoir fabrication d'accès à l'innovation خاطر احنا l'industrie interne معناتها عندنا شي 5% 6% que l'industrie il est allié à la recherche خاطر pour être innovant il faut investir dans la recherche هنا وين تونس مازلنا بعاد برشا على العالم اوني نون كلاسي دونك سي معناتها لا ريشيرش سي با سولمون لونسينمون سوبيريور سي انجيكتي دو لارجون دون لا ريشيرش اندستريال كو سوا بار ليتا او بار لاندستريال لوي ميم فهمت بور ديفلوبي لو بروسيس انوفون باش انا اون تونك اركيتكت جو بو لو بريسكرير للناس الكل دونك لا انا معناتها خاطر اليا اون كريديبيليتي بروفيسيونيل اي اون ريسبونسابيليتي de protéger le pouvoir achat du client خاطر encore construit pour la vie في تونس هذيك معناتها العقليه نتاعنا ما عندناش معناتها مازلنا بعاد في اوروبا par exemple quand on construit dans l'innovation et dans la maîtrise de l'énergie et l'immobilier معناتها c'est une grande c'est un grand axe مادام كان نمشيو مع بعضنا احنا حضرنا ان فيديو على الانوفاسيون في العالم شوفوا شنو هي الفيديو هذه نشوف فيها معناها في العالم وين وصلوا في اون تيرم دينوفاسيون نرجعوا مع بعضنا على دافن العمارة والبناء في العصور القديمة بالنحت والرسم والمعمار العتيق أوروبا في القرن 15 و16 قاموا بإنشاء أكاديميات خاصة بالمعمار في كل من فرنسا وروما أما في بلادنا نلقاو هندسات معمارية هامة كما جامع عقب بن نافع في القيروان وجامع الزيتونة في تونس العاصمة وفي البلدان العربية نلقاو أضخم الأبراج المعروفة وهو برج خليفة في دبي بارتفاع 828 متر وفي البلدان الأوروبية نلقاو برج بيكسيل وهو تصميم عجيب ونجم عالم المعمار في الدنمارك بارتفاع 116 متر الصين وكما عودتنا بمنتجاتها المبتكرة والفريدة من نوعها قامت بناء مدينة طائرة قادرة باش تتجول حول العالم وفيها مدارس ومستشفيات ومطاعم ومن أجمل وأحلى المباني في العالم نذكر معبد هوتس بالهند ومبنى المستقبل بفرنسا ومبنى أوتوميومي ببلجيكيا كما النجم نذكر زادة أغرب عملية هدم مباني في العالم وهي فكرة ذكية وطريقة أسرع وأنظف وأقل إزعاج وتقوم بتوليد الطاقة وفي البرازيل ابتكروا جهاز يختصر الوقت ويوفر المال والجهد في تلييس المباني وهكا نكون أعطيناكم فكرة على مدى تطور مجال البناء والابتكارات بما أنه عالم فنون كبير ومازال باش يزيد يتطور كل يوم كيف المباني المتحركة اللي في طور الإنجاز بدبي
رجعنا دونك نرجعوا للبلاتو نتاع بزنس ماك. تعديوا معنا هوني زوج شركات هما على بوينت معنا. معنا سي حاتم بن عمار هو سي سوسيتي معنا. احنا حابين ناخذوك ان طونك ليان بين لي ميزون انتيليجونت و لينوفاسيون دي فيو معناها الشركه نتاعكم تعمل في الدوموتيك. ومعنا سي مراد كان تحكي لنا شويه على اسي هاوسينغ سي مراد والبرودوي نتاعكم لينوفون قبل ما نرجعوا مع سي حاتم. بالنسبه لاسي هاوسينغ الشركه الي كونستيتيي دوبوي اون اني عندها عام تو ملي بدات الاكتيفيتي نتاعها. سي لو فروي معناتها دان باركور نتاع الجروب اسيا جروب في اسيا سود اسيا سود اكسبور اسيا بلاست عن الكل ما اندستريال دي سوسيتي اندستريال اي اون اي سي داندستريالايزي لو سيستيم كونستركتيف اي داريفي ا سا. دونك بدينا من الكومونسمون افيك لي ارماتور معناتها الحديد نتاع الكونستركسيون لي ارماتور بري فابريكي في اسيا سود. دونك اون في تو سكي تري سودي تو سكي ارماتور فاصوني. On a essayé un peu de standardiser les armatures pour quelques clients qui cherchent l'innovation. Suite à ça, donc, on avait un marché, l'export, le Mali, de 20 000 logements. L'idée d'être magadique de continuer à développer un système constructif qui peut être exportable, qui peut s'adapter à les pays africains. À travers le climat, en Afrique, en Chamel, en Afrique, l'Afrique centrale, ou la سي با لو ميم كليما اوروبيان. شفنا قعدنا عملنا ريشيرش نتاع برسك عام دو ريشيرش نشوفوا لي سيستيم كونستركتيف الموجودين في العالم الكل. شفنا كوريا شفنا الصين شفنا امريكا شفنا اليابان شفنا اوروبا زادا. لقينا ان كونسيبت موجود في الاوروب موجود في ايطاليا وفي اسبانيا موجود برشا. اون اي سي دو لانتيغري اي دو لادابتي على الافريك. يعني عملت وين ريشيرش معناها هوني في الشركه نتاعكم هوني في تونس معناها عملنا اي ريشيرش سويت زاد ان مارشي كي لا كونستركسيون ماس معناتها اللي هي كونستروير في العام اللي هي ان فوليوم كبير برشا اي فو لوجي معناتها لي جون. سويت ا سا لو مارشي كي ا بوسي اون بلوس في الكونستيتيسيون نتاع شركه جديده هذه في الجروب اللي هي اسيا هاوسينغ. اي ميتنون انا كومونسي كان تفسر لنا شنو هي الاكتيفيتي نتاعها اسيا هاوسينغ. اسيا هاوسينغ سيت اون سوسيتي اندستريال. Donc on a industrialisé les murs, les toits, les plafonds. Binet, tadiar, et voilà, industrialisé. Industrialisé. D'une manière industrielle. Industrielle, automatique, robotisée, fil mamel. Donc on et le. Tadiar, tu sais, on fil mamel. Fil mamel. Donc il y a de l'innovation, oui. C'est ça. Dar, c'est ça. احنا توا بحذنا هو المحل الستاند نتاعك انت جبت من وانا ترونسبورتي ميزون كاريمون عندك معناها الدار هذه جبتها حاضره نعطيها في المعمل ترونسبورتابل سا سي ان بلوس بريسك اون لي سول خاطر لو كونسيبت كي موجود هو في حتى في الاوروب موجود برشا سو سون دي ميزون او بيان دي باتيمون دي ايموبل فيكس سون با افيك اون فونداسيون اوردينير مي احنا اون ا بوسي ليميت نتاع البرودوي بور بوفوار ترونسبورتي لو باتيمون. دونك عندنا المثال هوني بحذانا في الفوار انا في ان بتي بانجالو معناتها يجم يكون بور لي سوسيتي توريستيك. قداش يحضر البانجالو هذا؟ نعم في قداش يحضر وقت؟ البانجالو يحضر بون 4 سومان ماكسيموم كليوما تاخذ البانجالو نتاعك. قداش متر كاري؟ 40 متر كاري. بون سا سيت اون ايكيب. اي. مي احنا الاندستري كاندستري خاطر اون بارل دو لا فاز اندسترياليزاسيون في المعمل وفما لا فاز اللي هي البوز اي لا فينيسيون. اللي هي تجم تكون سي لو باتيمون اي لي فيكس تكون سور لو شونتي افيك اون ايكيب ديديي معناتها اون فورم دي ايكيب بور سا و سي اي لي ترونسبورتابل اون في تو كلي اون ما يخرج من المام سو سون لي بانجالو ترونسبورتابل. داكور. اي لينوفاسيون دون تو سا كو اون بو ترونسبورتي دو بيتون باسكو لو بيتون سي ستركتوريلمون يل بيز سي دو بوا افيك لو ترونسبور سي كوم اي لي سوليسيتي معناتها ان تيست دو سيزميك دونك سي توت toute la vibration qui est il n'y a pas de fissure donc déjà on a un bâtiment qui a une résistance sécurité supérieure à les bâtiments traditionnels. D'accord. Et en plus dans tout ça l'innovation c'est que on intègre l'isolation pour le bâtiment. Le bâtiment interne les ou soit j'ai pré-isolé tout est isolé même la toiture elle est isolée on peut même isoler le sol donc c'est ça le
et la légèreté du bâtiment qui peut résister à des zones sismiques. Et c'est, ça, c'est une des choses qui vraiment... L'innovation, la recherche, t'as fait Tunis. Le process, il existe déjà dans 24 pays, mm-hmm. seulement. Bon. Où il y a une demande Kbira Barcha. On peut travailler l'économique ou social ou standing ou low standing, mm-hmm. tout dépend de la finition. D'accord. Et de l'isolation demandée. Mm-hmm. Si on veut isoler avec un isolant de 6 ou 8 cm, comme on peut isoler une isolation à 20 ou 30 cm d'épaisseur de mur. Donc c'est ça l'innovation qu'on a intégré ce concept, mm-hmm. Le mode constructif à Tunis, qu'on peut construire avec ça en Tunisie ou bien en Libye, en Algérie et en Afrique en général. La capacité de production par poste, on fait presque 250 maisons par mois, par poste. Donc quand on dit un mois, cinq semaines, c'est la finition. Mais le produit déjà industrialisé, l'usine, on peut sortir 250 logements, surface 100 mètres carrés à peu près. En parallèle. En parallèle, en plus, ça c'est l'industrie, mais il faut suivre le montage et la projection du micro-béton, la finition, la peinture, tout ça, qui suit. Le coût. Un art pour innovation, on a un coût. Le coût, si on compare le comparable, donc le coût, on compare un bâtiment avec un double cloison, avec une isolation, on est presque moins cher de entre 15 et 20%. Si on compare un bâtiment traditionnel, ma fiche isolation, donc ou bien double cloison, lame d'air, flouste, ma fameuse polystyrène, on est presque au même coût. Et si on compare des bâtiments lihuma basiques, yani, on fait un simple cloison de produits rouges, yani, de briques, on peut être plus cher, c'est normal. Parce qu'il faut comparer le comparable. On peut pas. Le standing, ça suit. Donc le coût constructif, il peut être de 400 dinars jusqu'à 1000 dinars. Tout dépend de la finition du standing voulu. Le transportable, il est presque à 600 dinars avec la fondation. Donc, on transporte toute la maison. Ça, c'est le résumé du concept. Le concept, c'est qu'il y a un pays qui a les origines. Surtout dans les pays où il y a un problème. On n'a pas parlé de la rapidité. On a un système qui nous fait gagner entre 40 et 50% du temps. دارت بنا في شهر دونك انا دارنا وقت اللي بنينا عامين دونك اللي فما فرق سي سا متفاهمين فيها رابيديتي متفاهمين فيها اي افيك لي زارشيتيكت دونك اون فا ايسيي افيك لور كولابوراسيون دو فير دي بروتوتيب دونك دي بلان تيب اون في لو شوا اون بو موديفي ا لانتيريور مي اون توش با بوكو ا لا ستركتور بور فير ليكونومي مي سي اون فو بارتير سور ان باتيمون تراديسيونيل اون فو كوب On va couper, on va façonner. Bon, ça va coûter parce qu'il y a du chute. Mais nous, on va essayer d'éliminer zéro chute dans le bâtiment. Et alors, je t'ai dit que vous avez commencé. Je voulais savoir dans les pays que vous avez commencé. Quel est le domaine d'utilisation de l'Europe? Surtout, peut-être les pays européens, les pays de l'Autriche, l'Espagne, l'Italie. Il y a deux besoins. Il y a le besoin qu'il y a des pays où ça neige beaucoup. Il y a beaucoup de neige. Donc, la période où ils sont elle est très limitée. Donc ils doivent construire rapidement. Donc ils doivent construire. Dans les pays où il y avait un boom de construction, comme l'Espagne, Madrid, on a beaucoup de photos. China, on a fait aussi une enquête. On a vu dans l'Italie, en Saoudie, dans les Émirats, en Malaisie, en Indonésie. En Inde, dernièrement, ils ont aussi opté pour ce système parce qu'il y a un volume qui est bani. Où il y a une demande, Kbira, et rapidité. En plus, le luxe, c'est qu'on ajoute une isolation. Si Mourad, quand tu as dit où nous sommes dans Tunis, c'est aussi un chambre dans Tunis. Quels sont les projets qui ont fait en Tunis, on a commencé par le premier projet. Ça a été un projet pour un prototype, les logements qu'ils ont voulu construire, 12 000 logements. Bon, ça a été, on a essayé de faire un prototype avec une entreprise de bâtiments, Bouzguinda, donc en collaboration. On a dit qu'on peut travailler avec tout le monde. Yani. Toutes les entreprises ils peuvent construire avec le concept. Parce que Honi, pour faire un petit point d'éclaircissement, nous-mêmes, on peut donner clé en main avec des sous-traitants qu'on travaille avec. Ou là, on peut vendre le produit et les entreprises tunisiennes peuvent construire avec une petite formation.
C'est au lieu de construire avec le produit traditionnel, peuvent construire avec un produit qui isole et qui donne une résistance, une rapidité extraordinaire. Quand même, le produit متاعك il est capable, معناها باش معناها في المارشي يمشي من الديار ليكونوميك حتى يمشي للديار on peut toucher c'est ça. Oui, واحد عنده un besoin de rapidité. قبل ماذا بيا كان نشوف مع هنا مدام هنتاتي اون طونك اركيتيكت كانت تحكي لنا شويه على لي دومين دوتيزاسيون معناها نتاع البرودوي. شوف اول حاجه la rapidité, oui, elle est très demandée. Le temps, c'est de l'argent et c'est beaucoup de charges pour la construction. Tous les chantiers, les charges, c'est pratiquement 40% du coût d'une construction. Et une entreprise structurée ou un délai fixe, un programme fixe, cahier de charges fixe, un privé, l'école mara a un petit budget, car le privé il avec le temps tire l'inflation et donc le temps c'est très important donc mais le nokta l'essentiel bech khatri aqliya bech le mwatan yqbel professionnel il peut comprendre car il est avisé ou يعرف la technologie ou معناتها il peut la cautionner mais هنا المواطن يقول لك انا اعطيني la durée de vie معناتها les bâtiments هذوما ce sont des bâtiments qui sont réputés à une vie limitée معناتها يقول لك انا في تونس احنا la moyenne معناتها de remboursement voilà un ménage il s'hypothèque pour 25 ans pour rembourser معناتها l'investissement تاعو qui n'est pas rentable معناتها pour lui et donc on va dire les tableaux ont une durée de vie voilà donc la durée de vie c'est le capital معناتها سؤال تسلي هذايا من الاخوه الليبيين يعني الاسبوع الفارط كنت في ليبيا فما معرض كنا مع بعضنا وديما يتسلى حتى من الاخوه من الجزائر واحنا عندنا تو مارشي ميم ليكسبور لفرنسا فوالا ils sont intéressés par des bâtiments هكا خاطر فرنسا زاد هي عندها ان بارير في الباتيمون ديما يخدموا افيك l'entrevue ou avec les coutumes en terre ou la pierre. Ils sont conservateurs. C'est ça. Donc, Libyen, il dit que l'homme est l'aftiradi. Il dit que l'homme est l'aftiradi dans le bâtiment. L'homme est l'aftiradi ou l'homme est l'aftiradi dans le béton. Parce que les barrages de Tunis ou les ponts, ils sont faits tous dans le béton armé. Le concept de l'isolation, c'est à l'intérieur. Mais par contre, les deux parois extérieures, c'est du béton armé avec une armature, du treillis soudé. Donc, vous touchez du béton. Ce n'est pas du préfabriqué avec du panneau sandwich ou avec du bois ou avec d'autres matériaux. Que, bon, chaque matériau a une durée de vie. Le béton armé, durée de vie, je pense, elle est presque... Vous estimez à ce qu'il soit hérité du père-office? On pense plus que ça, parce que sinon, les ponts internes à Fitoun, sur les barrages ou les barrières, sont construits en béton armé. Construire en Tunisie, c'est culturel. Il s'hypothèque pour 25 ans, ou merdache, il passe à vie en loyer. Une question dans ce cadre-là, tout ma garantie, les tatiers, c'est de l'ordre de combien d'années? La garantie, si l'exécution est faite suivant le cahier de charge, suivant l'assistance interne à Ahna. Donc, la garantie, tu peux donner la garantie décennale il y a plus que 10 années. Mais le promoteur immobilier, il dit que l'assurance décennale, c'est 10 ans. Pour la responsabilité civile, pas pour la durabilité du produit. Non, il a donné la garantie. Il n'a pas de garantie. Donc, on peut garantir à un promoteur qui a l'assurance, qui peut accepter le concept. Déjà, on a parlé avec les assurances. On a un avis technique avec un bureau de contrôle de Tunis. À part les avis techniques, le Jibnem al-Barra et les normes, le Barranine. Ça se calcule comme un voile suivant la norme CSTB en France, donc tout ça c'est très basique concept. Mais l'innovation c'est qu'on intègre maintenant l'isolation avec l'armature, on a un coffrage perdu, on coule le béton, soit avec du béton projeté, soit avec un coffrage métallique ou un coffrage en bois, on coule le béton. نتعداو توا نمشيو نشوفوا اون في تي ار على يقظان اون سوسيتي على بوان دو لا تكنولوجي شوفوا في تي ار ونرجعوا. شركة يقظان بدات سنة 1994 يعني بدينا نشتغلوا على لي سيستيم دالارم ريزيدونسيال كوميرسيال اندستريال
يعني الاكتيفيتي دو باز نتاعنا هو ان نركبوا لي سيستيم هذوما مربوطين بالاداره نتاعنا لهنا 24 ساعه على 24 ساعه. يعني اي محاوله نتاع سرقه على عين المكان تكون فيها سيران موجوده على عين المكان، وفي نفس الوقت الانفورماسيون جينا لهنا في السنترال نتاعنا اللي تو نشوفوه بعد شويه. نكلموا احنا وقتها لنيميرو بار اوردر دو بريوريتي، ونكلموا زاده في نفس الوقت احنا زاده نتعاملوا مع اداره عمليات تاع الشرطه. سيستم دالارم يعني هما فما دي نيفو، يعني فما لو برومي دوغري تاع سيستم دالارم اللي هو 90% من العباد يركبوا لو سيستم دالارم فوليومتريك داخلي، اللي هو متكون من لي كونتاكت على البيبان والشبابيك واللي ديتكتور دو موفمون الداخل في وسط الدار، والسيران الداخليه والسيران الخارجيه، وبيان سور لا سنترال اللي هي تكون فهمتني ولا لا باش تكون مربوطه بالسنترال نتاعنا 24/24. الدوزيام نيفو عباره على دي ديتكتور خارجيه. يعني كل واحنا دار مثلا فيها بيسين وفيها فساد بولار مثلا تعطي على البيسين، يولي سي ترو تار اذا كانت تكسرك البولار هذاك باش تسيح لالارم. او الباب الرئيسي نجم يسوى حق السيستم دالارم في حد ذاته. وقتها نعملوا له لي ديتكتور اكستيريور. لي ديتكتور اكستيريور فيهم انواع زاده معينه، ماهوش اي نوع، لازم يكون ايتونش ويكون يركب لبرا باش يحمينا في صوره اذا جاء اقتحام ما يصيرش الاقتحام قبل ما تصير تكسير البولار تصير لا لا. واذا كان فعلا باش يحب يزيد يجهز الممتلكات نتاعو بالطريقه منظمه بحول الله سونكو يزيد لي كاميرات سيرفيونس اجهزه مراقبه اللي هما مع لالارم الفوليومتريك مع لي ديتكتور اكستيريور لو دوزيام نيفو لو تروازيام نيفو اللي هما لي كاميرات سيرفيونس اللي هما باش يسجلوا لنا شنو اللي صار بالضبط باش في صوره ما اذا نحبوا نرجعوا للتسجيل نلقاو فعلا فما شكون ومحاوله ونعرفوا شكون الشخص اكسيتيرا اكسيتيرا. فور اكزامبل السياج نتاعنا حاليا هذايا بالضبط شنو هو الكاميرا اللي موجودين في السياج نتاعنا اللي هما هذوما وهذوما. بالنسبه لهنا هذه لاجونس نتاعنا في الحمامات، هذه لاجونس نتاعنا في سوسه، وهذه لاجونس نتاعنا في صفاقس اون طون ريال حاليا. اخر ما خرج بالنسبه للسيستم هذايا اللي هو الكلافي هذايا اللي في نفس الوقت ينجم يجير الالارم ويجير زاد سكون ابيل لو دوموتيك تاع الدار، يعني يهبط لي فيترين الكل، يهبط لي ريدو، يشعل الضوء الكل تاع الدار، ينجم ا ديستانس يتكلم بالتليفون نتاعو، زاد ابارو انه يحمي داره من السرقه، ينجم يعمل زاد لو سيستيم دوموتيك قبل ما يركب في الطياره، ينجم يعمل تليفون يخدم الكليماتيزور. رجعنا للبلاتو نتاع بزنس ماج، نرجعوا نحكيوا مع سي حاتم بن عمار باش يكمل يحكي لنا على شركه يقظان وشنو هو لي زينوفاسيون اللي خذيتهم سورتو ان 2012 و 2013 معنا. بالنسبه لشركه يقظان هي احنا بدينا عام 93، يعني احنا من الشركات الاولى اللي بدينا نخدموا في الدومين دو سيكوريتي اونتي فول بصفة عامة، وزدنا طورنا شوية، عملنا توسكي كنترول داكسي ديتكسيو انسوندي كاميرات سيرفيونس من الانالوجيك، بعد تعدينا للنوميريك تو دي بون لي زاني وحنا ماشيين لين في الاخر بكل زاد عملنا زاد نطوروا اللي دخلنا لا بارتي دوموتيك، معناتها اللي هي تدخل انه الانسان بعد ما يحمي الدار نتاعو ينجم زاد في نفس الوقت ابارو انه يحماها من السرقه واي معناتها فانداليزم ينجم يكون، ينجم زادا كيف يعمل البو ايكونوميزي معناتها في الانرجي، فهمت معناتها ينجم قبل ما يخلط للدار نتاعو ينجم يخدم شوفار سنترال ولا يخدم كليماتيزاسيون ولا ينجم يخدم لاروزاج تاع جرده في وقت معين اللي هو حاجته بيه. بالنسبه للسيستم دو سيكوريتي ماناش جوست بالنسبه يقظان ماهيش متخصصه الا في السيكوريتي، ابار السيستم دو سيكوريتي ولا كاميرات سيرفيونس. ويقظان هي تعرفت عند التوانسه الكل بالسيكوريتي. معناها فوزيت بيوني معناها من الوالة اللي بديتوا في الدومين هذا، تصور بعد الثورة زاد حل لكم مرشي واحد آخر مالوروزمون وغوزمون بو فو. ماذا بينا كان تحكي لنا في السيكوريتي شنو هي لي نوفوتي في السيكوريتي، شنو هي لي زينوفاسيون اللي نجموا. بالنسبة للسيكوريتي يعني الإنسان ينجم يحمي دارو حسب لي نيفو اللي حاجته بهم، فما تروا نيفو دو سيكوريتي. En fait, le premier niveau de sécurité هو انه يعمل يحمي الدار نتاعو من الفوليومتريك الداخلاني، يعني اللي الشبابك والبيبان كالكو ديتكتور دو موفمون على الانتيريور، باش انسان اذا كان يجي باش يدخل الدار ولا باش يخلع يلفا افوار ان ديكلونشمون دالارم، وفي نفس الوقت لا رولاسيون بالسنترال نتاعنا، خاطر احنا من اللي بدينا بالبي دو ريسبسيون نتاعنا. يعني اي ديكلونشمون دالارم احنا نكلموا الكليون نتاعنا ونقولوا له بالضبط شنو اللي صار.
يعني اسكو السيد دخل ما دخلش، انا والشباك بالضبط اللي تخلع ديتاي بار ديتاي باش نجموا احنا. وعندكم اكسيل الكاميرا بيان سور، وعندنا بيان سور اذا كان الكليون يعطينا لوتوريزاسيون، خاطر هو اللي بالنسبه للكاميرا فيهم دي مود باس اي دي كود ايدنتيفيكاسيون يبقاو للكليون، احنا نعملوا لا تيلي سيرفيونس ا ديستانس بالنسبه للسيستم دالارم لانتروزيون. بالنسبه للكاميرا اللي كالكو كليون ينجم يعطيك بالنسبه باش تدخل تثبت الكاميرا اكستيريور اون كادو بيزوان، باش تنجم تعطيه بسطة شنو اللي صاير بالضبط، شنو الكرهبة اللي جات، المتريكول متاعها، السيد زوز ثلاثة من الناس أربعة من الناس، فهمت؟ عندكم يعني سونتر كامل لاهي بالشيء هذا معناها؟ احنا عندنا بيان سور عندنا بي دو ريسبسيون عبارة قاعة عمليات تاع الشرطة، احنا افكتيفمون معناتها من اللي بدينا نخدموا على الأكسي هذا، خاطر أي إنسان اللي باش يحب يحمي داره باش يطلب شركة يقظان ماهوش جوست باش يركب سيستم دالارم، هو باش نعطوه أون سوليسيون للبزوان تاعو. ينجم هو على محمي معناه بالضبط، حس مع بيت قاعده تتبع معاه وقت اللي هو يكون مش موجود في داره، ينجم يتهنى بشركه يقظان اللي هي باش تقعد تتبع شنو اللي صاير بالضبط في الدار، يعني 24/24 ينجم حتى في النهار باش يخرج باش يمشي يقضي باش يمشي يشق فتره في سيدي رمضان باش يعني اتو مومون تنجم تصير حاجه. احنا في اللحظه هذيك بالذات بري قداش عندكم سيستيم استالي؟ والله بالنسبه للانستالاسيون انستالي توا في تونس احنا عندنا كونتيتي لا بأس بها، يعني عندنا أكثر من 6000 أبوني للسنترال حاليا. يعني هذوما كلهم سون دي كليون اللي هما مربوطين بالإدارة نتاعنا 24/24. يعني كل كليون إذا كان أي حاجة تقع له في داره سواء سرقة ولا تحذير السرقة، خاطر ينجم إنسان يجي يعمل بريباراسيون للسرقة، توا ما تعرف توا بالإيفوليسيون ولا تزاد الناس تحب تطور شوية في السرقة، فهمت؟ ولا يحضر مثلا يقص الضوء، فهمت؟ مثلا احنا نقولوا له راهو فما الضوء مقصوص على دارك، دونك فما باتري تقعد ثلاثة أيام ما ينعلموه قبل ما توفى البطري. بالنسبة لليقظان متبع كل شيء، يعني سواء ضوء مقصوص سواء بطري فابل سواء حد قص خيط سيرات سواء شنو هو عنده أكسي من التليفون ولا من الأورديناتور ينجم في أي وقت يدخل الدار ويشوف شفاش ما فيهاش بالضبط تبعوا معه بالضبط. هو بيان سور السيستم اللي حكينا فيه لو برومي نيفو ينجم يزيد لو دوزيام نيفو اذا كان الانسان لي مويان نتاعو يبيرمي يولي يحمي داره من الاكستيريور، كيما نقولوا احنا دار فيلا مضخمه وفيلا معناتها كيما نقولوا احنا كلها معناتها فيها بولار برشا وكل شيء وفيتر تعطي على بيسين ولا حاجه، مش معقول بيجي يعمل فير فورجي وفزد لها المنظر نتاعها وباش يفزد معناتها المنظر مهما يكون شنو الديزاين نتاع الفير فورجي ديما حاجه ماهيش باش تكون فير فورجي كي يبدا فماش يكون يعص عليه بطبيعته معناها ماهوش افيكاس. دونك ماذا بيه يعمل سيكوريتي اكستيريور اللي هما لي ديتكتور دو موفمون اكستيريور ولا لي باريير انفراروج، اظن قبل ما السارق يخلط باش يكسر بولار ولا باش يخلع باب ولا حاجه il sera détecté معناتها سي تون سيكوريتي سي لو دوزيام نيفو دو سيكوريتي. ثم لو تروازيام نيفو دو سيكوريتي اذا كان لو بيدجي بيرمي طبعا، وانه يعمل دي كاميرا دو سيرفيونس كيما حكيت سيادتك، وانه ينجم زاد اتو مومون عنده اونريجسترمون شنو اللي قاعد صاير اوتور نتاع دارو، وفي نفس الوقت يتنجم من التلفزيون تاع بيت ساله ولا نتاع بيت النوم ولا اي تو مومون ينجم يدخل يثبت شنو اللي فماش ما فماش، او حتى ولو هو بعيد على داره. لو كاتريام نيفو ولا سانكيام نيفو التحكم في الدار ديستونس، التحكم في الدار ديستونس سكر كذا حكينا فيه احنا في الفولي الاول على الدوموتيك وعلى لي باتيمون انتيليجون. فوالا انتم معنا نحكيو بصراحه معنا كان اون 2002 من بعد الثوره معناها اسكو لاحظتوا فما دوموند اكثر والله بكل صراحه يعني احنا قبل بالنسبه مدام هدى باش تعطينا من بعديك معناها اون ايدي على بالنسبه اللي قبل سافو با دير ما فماش سرقه معناتها فما موجوده السرقه سواء قبل الثوره ولا بعد الثوره صحيح صار اون اوغمونتاسيون بالنسبه للطلب معناتها كانت نحكيو على معناتها طبقة معينة نتاع الناس والناس معناتها طبقة متوسطة وفما اللي هما أكثر من المتوسط والناس اللي هي ديجا لاباس عليهم هما اللي هما يركبوا في السيستم سيكوريتي توا ولينا نحسوا حتى الطبقة اللي أقل من المتوسط ولات عندها البزوان ما عادش فما كيما نقولوا احنا سي با ان لوكس فهمت ولا ان بزوان اللي يلزمنا نخموا فيه حتى في البنية من الأول نتاع الدار حتى والبنية هي قاعدة تاع ديسبري ولا عند التوانسة يخاف يحب يعمل معناها هذا السيستم هذا يتعمل من الاول مع الدراسه تو كنا قبل معناها العباد كانت اللي يبدا معناها هكا في راحته يحب يعمل سيتان لوكس باش يعمل سيكوريتي وكذا بالضبط تو العباد ولات تخم فيه اون طونكو ان بوزوان ريال تحسوا معناها فريمون ايتا ديسبري ولا شنو معناها بالضبط هو تو بيان سور هو طبعا قبل يعني كان ماهوش ان بوزوان اللي الانسان اللي هو باش يكون عنده لي مويان باش يعمل السيستم سيكوريتي باش يحمي الدار نتاعو من السرقه اكسترا كنا قبل عندنا ليدي زاد كيف تاع العساس اكسترا توا ما عادش توا ولات تحس الانسان
ولا حتى ولو عندي جاري ولا عندي ما عادش تحس لانديبوندونس ماشي كيما اللي عايشين الناس البرا سي الناس ما عادش تعرف بعضها. عطينا شويه مدام اسكو معناها انت زاده شي فوق اليوم اللي بنيهم جدد تحسهم معناها عندهم سي بوزون. شوف هي سي اون بسيكوز راهي معناتها السيفتي سي بسيكولوجيك معناتها دونك سا سي ترادوي دون ليكونومي ايميدياتمون معناتها اون لو سون كيما بعد الثوره معناتها الانفلاسيون اللي صارت في الكونستركسيون فورميل ولا انفورميل دونك تو لي زوتر سيرفيس يل سويف مي الحاجه الباهيه معناتها اللي هي دون لو بون سون سي معناتها خاطر ديجا لا سوني دالارم اوسي دو ميتريز de l'énergie dans le bâtiment, il s'est étiré à temps aussi, donc le Tunisie, il est en train d'investir, faire la surveillance à distance ou bien la domotique, c'est un budget qui est considérable, là, le budget initial. Mais il est incroyable. Oui, les budgets sont récupérables. Là, nous avons parlé avec Simon Bahri, je ne sais pas si je suis dit, mais je veux dire que je suis dit, معناها انا نعرف اللي هو عنده هو لي سيرتيفيكاسيون تو سكي انوفاسيون يوفاو عنده هو بعد معناها بعد الشركات يعملوا الدراسات نتاعهم ويعملوا كل شيء يجيو عندكم انتم كان تحكي لنا شويه تفسر لنا شنو هي الرول نتاع سي تي ام سي سي في في الدومين دو رينوفاسيون. انا نحب نرجع سال سؤالك الاولاني قلت اسكو التونسي الينوف ولا لا؟ بون فما الينوف مي علاش؟ قبل معناها تجي تشوف طريقه البناء في تونس في عن جدودنا كانوا معناها يقوموا بطريقة ذكية وياخذوا بعين الاعتبار الطقس اللي في تونس وحسب الجهات. من بعد نحن جينا خذينا لا حبينا بون انت باش تقارن لينوفاسيون خممنا اكثر في الاستيتيك وبشكون باش نقارنوا باوروبا شفنا كصفايح البلوري اللي سيرفاس فيتري بون تظهر فما اون استاتيك كي ولينا نبنيو برشا باللا دخلنا برشا باللا سخانه ولات عندنا اشكاليه معناها في عندك البلار وكيف كيف بالنسبه داخل المبنى نحن كي نبنيو كل بيت فما كلوزون زاد مشينا ذاك النمط نتاع اوروبي تبني ما غير كلوزون وقت اللي نحن طريقه العيش نتاعنا تلقاها في الليل الناس كل متجمعة قدام التلفزة دونك كي تحل الشوفاج نتاع بيت القعاد مش لازم تسخن البيوت الأخرين توا كي مشينا في النمط هذايا نحينا الكلوازون وليت باش تسخن بيت قعاد لازم تسخن الدار كل ولات فما تكلفة اللي قبل ما كناش نعطيوها معناها قيمة خاطر التكلفه نتاع الطاقه ما كانتش مع بعض انت ما عرفنا الناس كل معناها تلقاه واحد يجي يقول لك انا عندي ابارتمون اس بلس 1 ولا اس 2 كيفاش ديني 200 دينار ضو اي لا هذاك قبل خاطر ما كانتش تظهر وكي مشينا معناها للصفايح البلوريش ولات الوضعيه اللي تلقى في الصيف الدنيا سخانه برشا في الشتاء الدنيا بارده برشا ولهذا بعد ما نكملوا المبنى نتاعنا نجيو ندخلوا في المبنى ما نلقاو شكل الرفاهة المقبولة شو ولينا نعملوا ولينا نركبوا معناها الأجهزة متاع التكييف ومتاع التدفئة صحيح اللي كما قلت قبل معناها على الفاتورة ما تظهرش برشا لكن توا معناها بارتفاع سعر البترول وليت معناها فاتورة كبيرة زادة بطبيعة وحاجة أخرى اللي ولينا في الاستهلاك معناها تشوف في العدد نتاع المكيفات طلع بصفة كبيرة ولينا معنا ديار كل بريس كله فيهم مكيفات ولات فيهم ولينا نعيشوا في مشكل آخر كيف الناس كل عاشته الصيف هذايا انقطاع الكهرباء علاش؟ على خاطر ولات الطلب على الطاقة الكهربائية كبيرة والطاقة اللي مركزة من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز ما عادش تخلط باش تعطي الطاقة الكهربائية في الصيف. سي منير أنت هوني معناها حبيتنا ريبريزونتون دو ليتا فهمني أنا دون سو سونس لا نحب نسألك تو الدولة الحل اللي لقاته قالت احنا سنة ونا كونسومي برشا ضوء أي العام الجاي تنقراو حسابنا نزيدوا ناخذوا دي كيلوات أخرين وين الرول نتاع الدولة في الليجيسلاسيون وفي الحد من معناها في وضع دي نورم يعني أنو با ديباسي في 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 مجال البناء احنا اكثر من 50% من الطاقه اللي نستهلكوها في الديار هو دونك الـ 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 الخدمه اللي بها الفائده معناها باش نقصوا 30 40 20% اكل 20% اللي نربحوهم من الطاقه
مئات المليارات. كلميات المليارات هذوكم احنا تويك قاعدين نشرو فيهم بالدوفيز وقاعدين يتبخروا في الهواء. الخدمه نتاعنا احنا في تونس نورمالمون مش ان نحاولوا ان نعملوا دي نورم باش الدياري واللي يكونسوميو اقل باش ما عادش نستهلكوا اكثر ضوء. معناها كان تحكي لنا انت شنو التوجهات نتاع الدوله في الشيء هذا؟ هو ذا يوقع التشخيص الوضعيه نتاع قطاع البناء من حيث استهلاك الطاقه. معناها نشوفوا حاليا قطاع البناء هو ثالث مستهلك للطاقه بنسبه 27%، يجي بعد قطاع الصناعه وقطاع النقل. اي ما هو صناعه زاد الديار زاد هذا زاد توصل ل 50%. الصناعه زاد تاكل السيمان والاجور وكذا. وقطاع البناء باش يولي في سنه 2020 ثاني مستهلك للطاقه وال 2030 اول مستهلك للطاقه. ماشي يطلع. لكن كي نرجعوا الاستهلاك نتاع القطاع الصناعي نلقاو 61% من الاستهلاك نتاع الطاقه وماشي في قطاع صناعه المواد البناء. دونك ما يزيش نستعملوا في تقنيات اللي ماهيش مختزه للطاقه ونزيدوا نستعملوا تقنيات بناء اللي يلزمها برشا طاقه باش ننتجها. وكيف كيف بالنسبه لقطاع النقل عندك 16% من الاستهلاك قطاع النقل ماشي في قطاع نقل مواد البناء. قبل كنا نبني ونستعملوا تقنيات البناء مواد البناء الموجوده معنا في الجهه، توا ولينا نجيبوا في الاجر من البعيد اللي هو التكلفه نتاعو في الانتاج تكلفه باهظه ونزيدوا معناها نزيدوا نخلصوا عليه الاستهلاك اللي نقلوا للجهات اللي عندها تقنيات احسن. لكن ظهرت لنا من قبل معناها يلزمنا نتطوروا لكن مشينا في تطور سلبي. سي منير نتعداو نشوفوا الاجواء نتاع المعرض مع خوله ونرجعوا من بعد باش نشوفوا الحلول المقترحه. بونجور لطفي، نعرفوا اللي فما في العالم عدة ابتكارات في مجال البني دخلت التاريخ من بابه الكبير، ناخذوا مثلا برج الخليفة في دبي أو برج بيكسيل في الدنمارك، كذلك المدينة الطايرة في الشين، من غير ما ننساو بيان سور تونس المعروفة بالجوامع نتاعها اللي هما زادة مذكورين في التاريخ، كما مثلا جامع عقبة بلونيفة في القيروان وجامع الزيتونة في تونس. المؤسسة هذه الصناعية هي بالأصل تمثل في نوع من الكونسيبت جديد في تونس، يتمثل في متكون من البوليستيرين وشبكة ملحومة من الواجهتين يعني تري سوديد الدوفاس. التكلفة أرخص شوية تقريبا من 5 إلى 10%. التكلفة الماتريول كلها سلعه تونسيه معناتها كلها تونسي 100% وسي على بوردي تو الموند معناتها تقريب سهل معناتها في ركوبه. في تونس احنا الوحيدين تقريبا موجود البوردي هذايا معناتها في العالم، ثم في اوروبا عنده زاد متواجد تقريبا ممكن حتى 20 و 25 سنه قبلنا في اوروبا، في تونس اول مره يدخل البرودوي هذا. حتى بالنسبه مثلا في الترافو بليك اللي كاي تشارج واحد كل شيء يسمو ياخذ وفعاد يقول انا مش منحيت بالياجور وليقة واحد كل شيء يقول لا انا نعمل بوليستيرين وتريسودي بلانيتي باهيه واقل ديشي واقل وانظف. رجعنا للبلاتو نتاع بزنس ماك نواصلوا مع سيموني البحري ليكسبليكاسيون نتاعو. كما قلنا نظرا للوضعيه توا اللي فيها وقع وضع تقنين حراري معناها بالنسبه للبناءات منذ 2008 بدينا بالقطاع البناء المعد معناها للمكان. سيموني على ارض الواقع. اي لينور. اي هاو باش نوصلوا على ارض الواقع. توا فوالا توا الاشكاليه في التطبيق وهذا من المساهمه نتاع المركز التقني مواد البناء والخزف والبلور هو كيفاش يتبع ويقيم التقنيات الجديده اللي تدخل، لازم يثبت فيها اسكو التقنيات ملائمه ولا لا،
اسكو معناها كي دخلنا التقنيات حسنا في النجاعة الحرارية متاع المبنى، لكن بالنسبة للريزيستانس متاعك الميور هذاك يلزم تقع معناها عدة تحاليل. معناها انتي خذينا مثلا خذينا السيرتيفيكاسيون اي اسكو تويكا معناها فما دي نورم كي سون معناها اون تران دو تريبليكي، واحنا بارابول لوروب ومتى وصلوا للنورم 2012 و 2013 عندهم كل عام النورم، احنا النورم نتاع 2013 نتاع تونس نتاعنا عام نتاع اوروب مثلا. بون احنا توا في بدينا نخرجوا في القوانين نتاع 2008 وتوا في التطبيق، وهالتقنيات الجديده هذه تتطلب يد عامله مختص، وهذا المركز هو اللي قاعد يخدم مع الصناعيين كيفاش يكون معناها المؤسسات هذه نتاع التركيز نتاع التقنيات هذه باش نبداو معناها سير اكل التقنيات وقع تركيزهم بصفه معناها ملائمه للنورم انترناسيونال. وهذا الدور نتاعنا اللي قاعدين نقوموا فيه كمركز المراقبه وتوفير اليد العامله المختصه و ولاكريديتاسيون نتاع لي زونتربريز ولي تكنيك هذايا باش المستهلك وقت يستعملهم يلقى لي رابور دي سي نتاع يبدا مطمئن كي يستعمل التقنيات هذه. شكرا سي منير. ناخذوا مع لي زانفيتي معاه نتاعنا كل واحد في 30 سكوند كيفاش نجموا ننهضوا قطاع البناء في تونس. احنا هوني تويك في البلاتو هذا نحكيوا على الانوفاسيون على البوانت، كيفاش تراو انتم كيفاش تراو مستقبل البناء في تونس معناها في 30 سكوند كل واحد وننهيوا معناها الحلقه. بالنسبه لنا احنا حسب ما نشوف وحسب الاكسبيريونس البسيطه اللي عملناها في خلال 20 عام خدمه تو قاعد نشوف اللي البناء تو قاعد تحس اللي ماشي ويتحسن برشا، ولا فما دي ديزاين خير على لي زارشيتكت اللي هما متخرجين جدد زاد كيف كيف حتى القدم معنا فيهم نقولوا نحكي، ولا فما دي ديزاين جدد ولا فما حاجات حلوه نشوفوا فيها. واذا كان انسان اللي هو حاجه في نطاق الموضوع نتاعنا وانه اللي احنا ما حكيناش فيه هو فيما يخص التكلفه نتاع السيستم دو سيكوريتي باش يركبوا في داره ولا باش يحمي داره من السرقه، راه ماهيش حاجه كبيره برشا، راهو سي تان مونتون اللي هو صحيح هو يزيدوا من الاول يربحوا من بعد. بالضبط هو اللي باش يربحوا من بعد، يتجه حسب رايي الشركه مختصه بروفيسيونيل تو كيما شركه يقظان، ما يحاولش يمشي الانسان اللي هو ما ينجمش يعرف بالضبط، خاطر هو اي انسان ينجم يركب، ولكن اهم حاجه هو لاسيستونس من بعد سويفي سيرفيس ابريفونت، هذيك اهم حاجه. يعني انا ننصح العباد اللي باش صحيح يدفع اكثر شويه كي يشري من عندي يقظان، ما يتهنى على داره كومبليتمون ولا من الفلوس اللي باش يحطها، باش يحطها في بلاصتها. اكزاكتومون. سي مراد. تعقيب صغير على كلام سي منير، احنا ام تي شيفر على الكونسيبت الجديد نتاعنا، اون بو غاني في الترونسبور لا موتيي معناتها نتاع الترونسبور، علاش؟ احنا اون با دي بوا، دونك نوت برودوي اون بو بروندر لو دوبل اون فوليوم. يعني كي نقولوا احنا المحروقات لي ترونسبورتور لي سومي ولا لي كاميون بور ترونسبورتي دوتر ماتيريو يلفو افوار لو دوبل دو ترونسبور دو نومبر دو كاميون ترونسبورتي افيك لو ميم كيفاش فوليوم افيك لو ميم متر كاري. احنا ليكزيستون متفاهمين فيه، هات نحلوا افاق كيفاش تراه هالقدام، كيفاش تراه انت الدومين داكتيفيتي نتاعك، كيفاش تراه يوصل ويقدم في تونس ويتعمل. والله انا بروسيس انوفون هذا بينا وكان والله يرجع شويه يرجعوا لاهل الاختصاص، يعني لي انجينيور بيتون لي بيرو ديتود لي ارشيتكت المنظمات اللي هي الحكوميه اللي هي تعمل معناتها تحفيز على لي نوفو كونسيبت اللي هما يعاونوا في الاقتصاد في الطاقه. يعني انت الباتيمون كله ايزولي دونك سي نورمال يفو ميتر لو بون معناتها ايزولون اي فير لو بيلون انرجيتيك تعمل وسويت اسا تحط لو ميور برودوي، وهذا كله يكون معناتها مع التضافر الجهود الكل نتاع الاخيان الكل. واحنا كاندستريال اون بو اميوري زاد. احنا خذينا ديرنيرمون لا سيرتيفيكاسيون ان تي في لي زارماتور في تريس ودي، اوني لو سول في تونس سيرتيفي ان تي ابار لي سيرتيفيكاسيون ان تي كانت تفسر لنا سيرتيفيكاسيون ان تي سي لينوربي لينوربي il y a une norme tunisienne tu في لي زارماتور نورم تونيزيان موسفات تونسية يعني رسمية ابار لا سيرتيفيكاسيون ايزو المانجمنت كاليتي سا الى لا سيرتيفيكاسيون برودوي. احنا تو عندنا من برسك 6-7 سنين مش ولا فما اون نورم تونيزيان في لي زارماتور كي معناتها كي رومبلاس لي زارماتور تراديسيونيل مش نجمنا ننتجريوهم في لي باتيمون كونستركتيف. معناتها الخدمه من الاول فيها ان لون شومان و d'arriver à faire des normes en Tunisie, dans le système constructif,
هذا باهي يخلي انه العباد كلها تعرف يعني ايش معروفك بورتون. اي معناتها يفو وتونس فما يلزمها فما شوط كبير برشا تعملوا في الحكايه لي نورم معناتها خاطر اون فون دي برودوي معناتها نتاع كونستركسيون ما فيهمش نورم تونيزيان يعني فو بوفي كونستروير افيك ان ماتيريو ما فيش حتى نورم يعني يفو يعمل ايفي انفيرس معناها صحيح مي توا بالكولابوراسيون وبالاجتهادات مع لي نوربي وصلنا خذينا اي نورم تونيزيان تضافر الاجهد مع سي تي ام سي سي في ان شاء الله عندنا بوكو دي سي افير وميم نو كليون يلون كومونسي ا انفوي دي شونتيون لليزولاسيون لي بيلون انرجيتيك وربي يسهل ان شاء الله ان شاء الله. شكرا سي مراد نتعداو مع سي منير كلمه باش ندخلوا تقنيات جديده وتنجح في تونس يلزم يقع تشريك كل المتدخلين في قطاع البناء المصممين مهندسين مهندسين معماريين الباعثين العقاريين مراكز التقنية. هذا دور شكون سي مراد؟ هذا دور معناها الدولة وكل معناها يلزم كي تدخل نشوفوا كل الجوانب الناس كل تعطي رايه باش نشوفوا. أنا في بزنس ماج أنا هنا أبريل انيسياتيف وكلمناكم وعيطنا لكم. هذيك هذا نورمالمون دور الدولة نتصور هي اللي باش تعيط للديفيرون انترفونو باش تقعد معكم وتعمل لي جورني وتحكي وتتفاهم واحنا هنا عملنا معكم خطيوة وجينا وصلنا صوتكم للمواطنين التوانسة أنتم كدولة يلزمكم تعيطوا لي زانترفونو وتقول لهم يجاو نقعدوا نحكيوا ونشوفوا كيفاش نطوروا البناء في بلادنا. شكرا سي منير مدام هنتاتي كان والله اذا كان تحب تشوف شنو افيق لينوفاسيون في تونس سي ان ميغا شانتي معناتها تونس سي ان بي تري كونستركتور كو سوا سور لو تيريتوار تونيزيان والا دون لي بي فوالا دونك لينوفاسيون عندها افيق كبيره برشا اذا كان نبنيوها على الصح. الصح تبدا من الانتيليجونس لا فورماسيون la recherche, l'alliance industrielle, chercheur, certification. Sans ça, on ne peut pas miser sur n'importe quel produit innovant. Ça sera que la nouveauté. Il y a une grande différence entre nouveauté et innovation. Donc, il y a même des professionnels, ils font la confusion. Donc, c'est très important. Trilogie, il y a toi, Fartounes, c'est un grand chantier pour l'innovation. شكرا لك مدام هنتاتي. هكا نكون وصلنا لنهاية الحلقة هذه من بزنس ماغ إن شاء الله تكون عجبتكم. نحب نشكر لي سبونسور نتاعنا لي ديفيرون انترفونون اللي جاوا بحضانا اليوم واللي شرفونا. نتقابلوا في حلقة جاية إن شاء الله الجمعة الجاية.